النهارده بقى ان شاء الله اكمل كلامي على ايه، على اللي انا قلته المره اللي فاتت. احنا اشتغلنا ايه المره اللي فاتت؟ حد فاكر اشتغلت المره اللي فاتت على ايه؟ ازاي نمسك قسم نفسا سيستم، في اللينير او ايوه السيستم، ازاي نحله باستخدام طريقه نيوتن، السيستم لما يكون نون لينير، صح كده؟ النهارده عايز مظبوط. اقول لك على حاجه بقى كمان اكمل عليها اللي انا كنت بقوله، ويبقى حاجه بالنسبه لنا مفيده قوي. ايه هو اللي انا عايز اقوله النهارده؟ اللي انا عايز اقوله النهارده ازاي احل differential equation ايا كانت هي ايه، first order second order ايا كان بقى third order. طب هو اشمعنى differential equation؟ كل اي حاجه عندك بتنزل في الاخر على شكل معادله تفاضليه differential equation. طب ما احنا خدنا الكورس ده زمان، انت خدت الكورس ده زمان وانت بتحل المساله اكزاكت. طب لو كانت المساله بقى ملهاش حل اكزاكت او لي طريقه اقدر احلها اكزاكت، يبقى لازم احلها بطرق تقريبيه ونيوميريكال. هو ده اللي انا عايز اعلمه لك النهارده، تمام؟ طبعا انا عارف ان انتوا خدتوا ماس 5، معظمكم خد ماس 5، صح كده ولا لا؟ مظبوط يا دكتور. ايه وعبير خدتوا سبيشال فانكشن ولا ما خدتوش سبيشال فانكشنز؟ مش فاكرة. خدتوا حاجه اسمها سيريس سوليوشن ولا ما ايوه انا خدتوش حاجه اسمها سيريس سوليوشن؟ خدنا ايه؟ سيريس سوليوشن. لا ما اعرفش. لا طيب بصوا بقى يا جماعه، تعالى كده بهدوء اعرف الناس الدنيا اخبارها ايه، كل ما في الامر الموضوع كله باختصار. تعالى نتخيل مع بعض ان احنا عندنا differential equation وعايزين نحلها. طب شكل differential equation دي ازاي؟ تعالى كده نتخيل كده سوا ونتخيلها linear. هو انا دلوقتي سيبك دلوقتي من الاسم او من العنوان اللي انا كاتبه ده، لو انا بتخيل دلوقتي على جنب هنا قلت لك انا عندي حاجه اسمها linear اهو differential equation. linear differential equation المعادله التفاضليه امتى تبقى linear؟ اذا two conditions هتحققوا، واحد اتنين. الشرط الاولاني لازم يكون عندي y y dash y double dash y triple dash الخ، لازم يكون كلهم مالهم first degree. يعني ايه كلمه first degree؟ يعني ما يكونش في حاجه فيهم squared. بس كده في شرط كمان، ايه هو الشرط التاني؟ لو كانت الفانكشن بتاعتي عباره عن y function في الاكس، لازم يكون الكوفيشنز بتاعه الواي كلها بالكامل، يعني المعاملات بتاعه الواي والواي داش والواي دبل داش والواي تربل داش، يبقى الكوفيشنز بتاعتي كلها مالها حاجه من الاثنين، يا اما كونستانتس يا اما فانكشن في الاكس. يبقى انا دلوقتي عندي شرطين يتحققوا نقول عن المعادله دي ان هي لينير. ايه هما الشرطين دول؟ واحد، ايه هما الشرطين بتوعنا اللي انا بتكلم عليهم دول؟ حد يعرف يقول لي او نقول مع بعض؟ المعادلة تكون من الفيرست ديجري. رقم واحد لازم تكون المعادله كلها الواي داش والواي دبل داش والواي تريبل داش، كل الواي اللي موجود عندك فيرست ديجري. الشرط الثاني لازم ان اي كوفيشنت مع الواي لازم أيوة. يكون كونستانت او اما فانكشن في كونستانت الاكس. وفانكشن في اكس. طب تيجي ناخد اكزامبل، الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم لازم تبقى انت عارفه. يعني انا لو جيت قلت لك فور اكزامبل مثلا معادله بالشكل ده واي دبل داش بلس 2 واي داش بلس واي، كل الكلام ده بيساوي اي بار اكس. المعادله اللي قدامي دي كنا خدناها وتعلمنا زمان خالص ازاي نحلها باستخدام مين؟ الديفرنشال ايكويشن، او درس الكورس بتاع مين؟ بتاع الديفرنشال ايكويشن. تعال نصنفها، المعادله دي تقال عليها سكند اوردر. دي سكند اوردر، كام داش عليها؟ كام ديريفيتيف عليها؟ اتنين. يبقى اقول عليها سكند اوردر. طيب يبقى اول حاجه اما اجي اصنفها اقول عليها الاول ان هي سكند اوردر، معادله من الرتبه الثانيه، تقال عليها رتبه وليس درجه. طيب تعالى بقى نكمل، يلا عايز اعرف هي لينير ولا نون لينير. المعادله بتاعتي دي لينير، عرفت منين ان هي لينير؟ تعال نتفرج على الكوفيشنز بتاعتي ونتفرج كمان على الواي اللي عندي. اخبار الواي والواي داش والواي دبل داش كلهم فيرست ديجري، الكوفيشنز بتاعتهم المعاملات هنا رقم واحد وهنا رقم اتنين اهو، وهنا رقم واحد وبعدين بيساوي في الاخر اي بار اكس. يبقى معنى كده ان كل الكوفيشنز بتاعتي يا اما كونستانتس يا اما مين؟ يا اما فانكشن اوف اكس. في المساله هنا كل معاملات الواي مالها كونستانتس،
فبالتالي بنقول على المعادلة دي اسمها linear differential equation. الناس معايا؟ ما حضرتك يا دكتور. وعلى فكرة المعادلة دي كمان بنصنفها نقول عليها constant coefficients. constant coefficients معاملتها ثوابت، الأرقام اللي جنب الواي والواي داش والواي تريبل داش كلها أرقام وليست function، وبالتالي بقول عليها linear differential equation with constant coefficient. طيب أنا دلوقتي لو جيت اديتك مسألة تانية كده، نفتكر مع بعض ونفكر سوا بقى. أنا عندي معادلة بالمنظر دوت، x بلس 1 كل الكلام ده بالكامل في y دبل داش، وبعدين بلس 2x y داش بلس 3y، كل الكلام ده بيساوي مثلا كام ساين x؟ يلا عايز أصنف المعادلة دي لو سمحت. أصنف المعادلة دي إزاي؟ أول حاجة هي سكند أوردر، صح ولا لأ؟ طيب وايه كمان؟ لينير مظبوط. المعاملات بتاعتها اخبارها ايه؟ ثوابت ولا فانكشن اوف اكس؟ فانكشن اوف اكس. يبقى دي بتقول عليها variable coefficients. variable المعاملات بتاعتها coefficients، معاملاتها مالها حكايتها variable متغيره. طيب معنى كده ان المساله بتاعتي ديت second order ولينير وvariable coefficient متشكرين، خلاص عرفت اصنف. تعال نقول واحدة كمان. محمود معايا؟ مع حضرتك كده. طيب يلا تعالى كده نشوف واحدة كمان. بص كده، لو أنا جيت قلت المعادلة ديت y double dash plus y y dash plus y squared بيساوي e bar x. المعادلة دي يا جماعة اللي قدامنا دي بيتقال عليها non-linear. اشمعنى non-linear؟ بوظت شرطين. ايه هما الشرطين اللي بوظوا؟ الكوفيشنز بتاعتنا، المعاملات بتاعتنا فانكشن في الواي اللي جنب الواي داش. الحاجه الثانيه كمان هتلاقي ان الواي هنا مالها سكند ديجري. معايا ولا لا؟ يبقى تصنيف المعادله دي هي سكند اوردر، معادله من الرتبه الثانيه، ونون لينير غير خطيه، وايه كمان؟ والمعاملات بتاعتها ايه حكايتها؟ الكوفيشنز بتاعتها ايه حكايتها؟ variable برضه مش constants، بدليل ان هي non-linear. حد معترض على كلامي؟ تمام. طيب يبقى كده عرفت اصنف المعادلات يا جماعه ولا لا؟ تمام يا دكتور. حلو. عمر معايا حضرت؟ اه. طيب يا عمر، المعادله دي يا عمر كنا احنا بنحلها في الايه؟ في الديفرنشال ايكويشن بسهوله جدا، بسهوله قوي. كان طريقه اسمها undetermined coefficients method لو انتوا فاكرين، يعني كنا بنحلها وزي الفل. المعادله دي ما كناش بنعرف نحلها في math 3، كنا بنحلها بسبيشال فانكشن عن طريق السيريس سوليوشن او في درس السيريس سوليوشن. تمام. طيب المعادله دي بالنسبه لك الايكويشن اللي قدامنا دي لو انت خليتها بقى نون لينير اديك صعبت اكتر واكتر. المساله دي مش هتنفع تحلها بسهوله بالمنظر ده. انا هعلمك النهارده تحل دي او دي او دي، تعرف تحل اي واحده فيهم وتجيب الحل بتاعهم وتجيب الحل بتاعهم كمان. تعالى بقى نتعود كده وتعالى نتفرج هنعمل ايه. تعالى فكر الناس المساله لما كانت بحل بالسيريس سوليوشن بعمل ايه. هنفترض معادله سهله وبسيطه قوي عشان اقنع الناس عليها ونبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي عليها. يبقى انا هفترض مساله بسيطه خالص. ايه هي المساله البسيطه دي؟ تعالى ناخد مثلا معادله بالشكل ده y دبل داش وبعدين بلس x مضروبه في واي، كل الكلام ده بيساوي. مساله بسيطه خالص وممكن تكون اعرف احلها بايه باي طريقه دي. بس طالما فيها فاريبل كوفيشن تبقى صعب عليا شويه ان انا احلها. انا عايز اظبط معادله، فهظبط المعادله دي ازاي؟ هفترض ان الحل بتاعنا ده هو عباره عن واي بيساوي اكس بلس 1. انا افترضت ان الحل بتاعي كده، يبقى انا لو الحل بتاعي اكس بلس 1 يبقى ده السوليوشن. انا فارض ان ده السوليوشن. هو ايه اللي انت بتعمله يا دكتور؟ مش انت عايز تجيب الحل؟ انا لسه بعلمك. فطالما بعلمك بعمل تيست فانكشن كده او تيست اكزامبل او اكزامبل بشرح بالموضوع عشان حضرتك تفهم انا بعمل ايه. انا دلوقتي اما باجي بتشيك على برنامج يا محمود وبجرب برنامج باخد مساله انا عارف حلها. اشمعنى؟ عشان الديباج اما باجي بعمله او اما بعمل كومبايلر او اما باجي بعران البرنامج ابقى عارف ايه اللي طلع صح وايه اللي طلع غلط. فاخترت ده سوليوشن. فلو انا جبت له y دبل داش عملت له السكند ديريفيتيف هيطلع بزيرو. طيب لو انا بقى ضربته x في ال y هيطلع الناحيه الثانيه هنا مين؟ x سكويرد بلس x.
ولا انا غلطان؟ رد عليا. اه تمام مظبوط يا دكتور، تمام يا يبقى دكتور. انا عملت ايه كده يا زيد؟ كل اللي انا عملته، انا عملت ايه؟ فرضت من عندي يا دكتور مسألة. ليه يا عبد الرحمن عملت كده؟ خلص يعني اه هتطلعني دلوقتي؟ يا عبد الرحمن، معايا ولا مش معايا؟ يبقى انا كل اللي انا عملته ايه دلوقتي؟ بمنتهى البساطة ان انا ايه، جربت مسألة او بحط مسألة عشان اعرف اشتغل عليها واعرف ايه، ادرب نفسي عليها واوريك الطريقة اللي انا هشتغل عليها اشتغل ازاي. المعادلة اللي قدامنا دي، ده السوليوشن بتاعها، ده المفروض اللي يطلع معايا في الاخر، ده الحل اللي المفروض يطلع. طيب هتعمل ايه بقى يا دكتور؟ قال لك والله اما تيجي تحل المسألة ديت وهي variable coefficients بالشكل دوت، فمن الصعب جدا ان حضرتك تعرف تحلها بالطرق العادية التقليدية. طب هتعمل ايه؟ قال لك انا هروح افترض ان الحل بتاعي ده، اللي هو السوليوشن بتاعي ده اللي هو اسمه واي، اللي انا ما اعرفوش، اللي انا هستعبط دلوقتي واقول انا ما اعرفوش، اللي انا ما اعرفوش، افترض الحل بتاعنا ده اللي هو عباره عن واي، عباره عن سيريس. سيريس ازاي؟ سي نود زائد سي واحد في اكس زائد سي اتنين في اكس سكويرد زائد سي ثري في اكس باور ثري زائد سي فور في اكس باور فور زائد نقط. كل ما تاخد عدد ترمات اكبر يا محمود، كل ما تاخد عدد ترمات اكبر يا علي، ايه اللي بيحصل؟ الاكيوريسي بتاعتك تزيد. ليه؟ لان حضرتك المفروض ان السيريس اللي انت بتفرضها ديت، لو انا حبيت اكتبها كلوزد فورم هي ايه، فبتتكتب على شكل سمشن. سمشن منين؟ من اول اي مثلا بيساوي زيرو لحد مين؟ انفينيتي. طبعا انا ما بشتغلش لحد انفينيتي، بشتغل لحد عدد محدد اسمه ان. فهنا نكتب مين بقى؟ نكتب سي اي خلاص كده اكس باور اي. دي تيلور دي يا دكتور صح؟ ايوه ده تيلور بالظبط كده، او في الحقيقه بقى ده ماكلورين مش تيلور. اوكي ماكلورين، يبقى تيلور هو اللي كنا بنقسم عليها تحت على كنا بنضرب ده ماكلورين. ايوه ده ماكلورين مش تيلور خلاص؟ تمام. اكمل بقى، عايزك تتفرج معايا وتمخمخ بقى. بص بقى المخمخ. طب يا دكتور انا عايز احل المساله ديت، هحلها ازاي؟ طبيعي جدا، انت بتفترض اهو، اسيوم ان الحل بتاعك هو ده. فبعد ما افترضته، انت بقى دلوقتي لو جبت الكونستانتس بتاعتك ديت اللي هو ده وده 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 وده، يبقى انت جبت الحل. اقرب ما يكون يا عمر، اقرب ما يكون للحل بتاعك، هتلاقي ان الترم ده هيطلع مين، اللي هو سي نود دوت هيطلع بواحد، وايه كمان، وسي واحد هيطلع بواحد، وبقيه الارقام الباقيه دي غالبا تبقى صفار او 10 باور نيجاتيف مثلا 9، 10 باور نيجاتيف 16. المهم ان اول ترمين عندك دول هم اللي ايه، هم اللي يطلعوا فيهم ترمات صح كده، والباقي يطلع ارقام بقى ايه، صغيره قوي يعني، كنت تكون ايه، اصفار تقريبا. انتوا معايا ولا لا؟ تمام ما تمام. حضرتك يا دكتور، طب انا بعمل ايه بعد كده؟ بمسك المعادله دي واروح معوض هنا. يلا بقى انا اعوض هنا، اما اجي اعوض هعوض ازاي؟ هضطر اجيب واي دبل داش، وعايز اجيب واي داش. طب ما انا ما عنديش واي داش، اجيب واي داش الاول. تعالى نفاضل دي سي نود، اما تتفاضل تطلع بكام؟ بزيرو. سي واحد في اكس اما تتفاضل تطلع بكام؟ باكس، بسي واحد. اسف، بسي واحد. طب يلا اللي بعده، اما تتفاضل تطلع بكام؟ 2 سي 2 اكس، 2 سي 2 في اكس. اللي بعده تطلع بكام؟ 3 سي 3 اكس باور 2 زائد 4 4 سي 4 اكس باور 4 زائد نقط. انت بقى زي ما انت عايز. حاضر حاضر حاضر، على حسب بقى قوه البرنامج بتاعك وشطارتك في البرمجه. انا دلوقتي خدت مين كام ترم؟ لحد اكس باور 4. طب يلا تعالى نجيب واي دبل داش بالمره، يطلع بكام؟ اول واحد ده زيرو، هيطلع بعد كده 2 سي 2 بلس 6 سي 3 في الاكس بلس 12 سي 12 سي 4 سي 4 سي 4 اكس باور كام؟ 2 اكس باور 2. في اي اعتراض على كلامي؟ تمام. يلا بقى تعالى نعوض في المعادله بتاعتنا. طبعا انا ما اعرفش السوليوشن، امال اللي انت ايه اللي عملته في الاول دوت؟ ده انا بتست بفانكشن بمساله. طيب واي دبل داش اللي عندي ديت اشيلها واحط قيمتها، زائد الاكس في واي ها بيساوي اكس سكوير بلس اكس. يلا يا جماعه نعمل ايه؟ نتصرف ازاي دلوقتي؟ مين يقول لي اعمل ايه؟ واي دبل داش اشيلها واحط قيمتها، قيمتها كام؟ 2 سي 2 زائد 6 سي 3 في الاكس زائد 12 سي 4 في اكس باور 2
بعدين زائد نقط. لازم اقول نقط لان النقط دي حضرتك بتفترضها كانها سيريز. اوكي يلا زائد الاكس تضرب في الواي، الواي عندي ايه؟ اضربها في اكس، يبقى سي نود في الاكس زائد سي واحد في اكس سكويرد زائد سي اتنين في اكس بار 2 اكس بار 3 بعدين زائد سي 3 اكس بار 4 بعدين زائد سي 4 اكس بار 5 زائد نقط. الكلام ده كله بيساوي كام يا جماعه؟ بيساوي اكس سكويرد بلس اكس سكويرد بلس اكس. تمام. احنا بقى بعد ما عملنا كده بنعمل ايه؟ بمنتهى الهدوء كده حضرتك بتيجي تعمل ايه بقى؟ تقارن معاملات الطرفين، او اشوف الترمات اللي فيها اكس للطرفين، الترمات اللي فيها اكس سكوير للطرفين، الترمات اللي فيها اكس كيوب للطرفين، الترمات اللي فيها اكس باور كذا للطرفين، وهكذا بالطريقه دي. انا مش هعمل كده لسبب بسيط قوي، لان ده برضو في نسبه ايرور كبيره. اشمعنى؟ عشان حضرتك هنا بعد ما عملت تفاضل مرتين وصلت فين هنا؟ لإكس باور 2. فأنا كان نفسي إن أنا يبقى كلهم شبه بعض، أو أزود عدد من الترمات عشان يبقى كله شبه بعضه وأقدر أقارن. ماشي كده؟ لو بافتراض إن أنا حبيت أكمل هنا لحد ما أوصل لكام؟ لسي إكس باور 5 عشان لما أجي أقارن المعاملات بتاعتها أبقى عارف الكوفيشنز بتاعتها. فأنا عايزك تزود لي كمان كام ترم؟ زود لي كمان ثلاث ترمات. إيه؟ لو انا حبيت ازود هنا تيرم وهزود هنا تيرم، تعرف تقول لي هنا يبقى ايه اسمه ايه؟ هنا يبقى اسمه ايه في الحته ديت؟ المفروض سي 5 اكس باور 5 سي 5 اكس باور 4 اكس باور 4 6 سي 6 اكس باور كام؟ 5 اكس باور 5 زائد نقط. طب يلا كمان هنا الدريفيتيف فاضل هو، يلا يبقى 20 20 سي 5 اكس كيوب اكس كيوب زائد زي 30 سي سي 6 ايوه اكس باور كام؟ باور 4 زائد نقط. يبقى الترمين دول اللي انا هزودهم هنا اللي هم اسمهم زائد 20 سي 5 اكس باور 3 زائد 30 سي 6 اكس باور كام؟ 4. لو انا بقى طلبت من سعادتك تقارني المعاملات بتاعت مين؟ بتاعت اكس باور 0، يبقى عايز اقارن الكوفيشنز بتاعت الاكس باور 0. مين يقارني الكوفيشنز المعاملات بتاعت اكس باور 0 للطرفين؟ معامل اكس باور 0 للطرفين هيطلع ايه؟ 2 سي 2 ايوه ايكوال 0 بيساوي 0. اه يعني معنى كده ان سي 2 هنا هيطلع بتساوي كام؟ 0 هيطلع بيساوي 0، صح كده؟ مظبوط. طيب انا مش هعمله كده، انا هسيبه، همسح ده كده، هسيبه زي ما هو. ليه يا دكتور؟ اصبر بس وانا هقول لك. يلا تعالى نجيب الكوفيشن بتاع اكس باور 1. مين يقول لي المعامل بتاع اكس باور 1 للطرفين؟ يطلع كام؟ 6 سي 3 6 سي 3 زائد زائد سي نود اكس نود زائد سي نود بيساوي واحد، هيساوي اكس هيساوي واحد. تمام. تعالى نقارن المعاملات الكوفيشنز بتاعت اكس باور 2 للطرفين، يطلع لي 12 سي 4 12 سي 4 زائد سي 1 زائد سي 1 هتساوي 1 بيساوي 1. طب يلا تعالى نجيب المقارن المعاملات الكوفيشنز بتاعت اكس باور 3. ايه اللي يحصل؟ هتبقى 20 سي 3 20 سي 3 سي كام؟ 5 مش سي 3 سي 5 سي 5 سوري اوكي ايوه ها و سي 2 زائد عايز اقارن معاملات اكس باور 3 يبقى سي 2 ها بيساوي 20 سي 5 نعم 20 سي 5 هنا ده، وبعدين اقارن المعامل بتاع اكس كيوب ده هنا يبقى سي 2 مظبوط؟ طب عايز اقارن الكوفيشن بتاعت مين؟ اكس باور كام؟ 4. معامل اكس باور 4 طلع بكام للطرفين؟ 30 سي 6 30 سي 6 نعم. المعادله الرابعه 1 2 3 4 20 سي 5 صح؟ خلاص يبقى هنا كام؟ هتبقى 30 سي 6 ها كمل يلا زائد سي 3 زائد زائد كام؟ سي 3 زائد سي 3 كل الكلام ده بيساوي كام؟ 0 مظبوط؟ مظبوط. طب يلا اخر حاجه انا هجيب مين؟ الكوفيشن بتاع مين؟ بتاع اكس باور 5 على الشمال 0 على اليمين سي 4 سي 4 هيساوي كام؟ 0 مظبوط كده؟ مظبوط. هما كام عدد المعادلات اللي عندنا هنا؟ ادي 1 2 3 4 5 6 صح كده؟ كم عدد المجاهيل اللي عندي؟ 6. هل ممكن ان السيستم دوت اكتبه بالمنظر ده؟ بص اللي انا هعمله دوت
هل ممكن السيستم دوت اكتبه بالمنظر ده؟ هنا معاملات سي نود، معاملات سي واحد، معاملات سي اتنين، معاملات سي تلاتة، معاملات سي اربعة، معاملات سي خمسة، معاملات سي ستة، وهنا سي نود، سي واحد، سي اتنين، سي تلاتة، سي اربعة، سي خمسة، سي ستة، وهنا اللي طلع معانا زيرو واحد واحد زيرو زيرو زيرو. ينفع يا جماعة ولا لا؟ دكتور الكوفيشنت بتاع اكس 5 اكس باور 5 مش مظبوط، عشان الجزء الاولاني احنا مش مطلعينه، ما فيهوش اكس باور 5. المعامل بتاع اكس باور 5، حاضر تعالى نجيب الترم بتاعه. انا اي حاضر اهو. لا هو ده. مش مشكله يا دكتور، مش مشكله، انا مش قصدي ان احنا لازم نجيب. ماشي، لا انا بس حاضر. عشان ما يبقاش في حاجه مش مظبوطه هنا. الترم ده هيبقى المفروض يبقى كام؟ يبقى 7 سي 7 اكس باور كام؟ اكس باور 6. يبقى هنا يطلع 42 سي 7 اكس باور 5 اكس باور 5. يبقى هنا معنى كده ان هنا كمان في ترم اسمه 42 سي 7 اكس باور 5. يبقى معنى كده ان هنا هقدر اكتب كده تحت هنا مع مين؟ مع سي 4 في معامل كمان اسمه كام؟ اسمه 42 سي 7 بلس سي 4. يبقى انا كده اقدر كمان احط هنا سي 7 واحط كمان هنا سي 7. مش ده يا جماعه بالنسبه لنا اسمه لينير سيستم؟ ردوا عليا، ينفع اقول عليه لينير سيستم؟ مش هنا بيبقى ارقام كده اهو، وهنا ارقام وهنا ارقام؟ تمام يا دكتور. طيب هو احنا مش الكلام ده خدناه في التشابتر 1 اقدر احله واقدر اطلع السوليوشن بتاعه؟ وانس ان انا جبت السوليوشن بتاعه، مش انا اقدر اطلع فوق كده اهوت واعوض هنا عن سي نود وسي 1 وسي 2 وسي 3 ابقى جبت السوليوشن بتاعنا؟ اه مظبوط. عملية اللي هي المقارنة المعاملات دي عملية رخمة جدا وبتسبب مشاكل، فعندي ليها حل. عملية مقارنة المعاملات دي عملية فيها مشاكل، أنا عندي حل من غير ما أقارن معاملات خالص. اسمعوا بقى بعد إذنكم اللي أنا هقوله. أنا فردت المسألة عشان تبقوا أنتوا عارفين أنا بعمل إيه. يبقى العملية بالنسبة لنا هنا عملية مملة جدا وعملية رخمة أوي. طيب إيه بقى الموضوع؟ في طريقة عندنا اسمها جاليركن ميثود، اللي انا كاتب اسمها فوق خالص جاليركنز ميثود. ايه بقى طريق جاليركن دي؟ قالت لك ريح دماغك خالص، ولا تقارن معاملات ولا تعمل. تسال نفسك سؤال مهم قوي، انت عايز السوليوشن في انهي منطقه؟ تسال نفسك السؤال الجميل قوي ده، انت عايز الحل بتاعك السوليوشن دومين بتاعه في انهي منطقه؟ قال لك مثلا انا عايز السوليوشن بتاعنا من 0 لحد 1، انا عايز ارسم الرسمه بتاعه الحل بتاعي من 0 ل 1، عايز اعرف رسمه الحل بتاعي من 0 ل1. خلاص واحد يقول لي لا انا عايز اجيب الحل بتاعي من 1 ل3، لا انا عايز اجيب الحل بتاعي من ناقص 1 لحد 1. على حسب ما انا هقول لك، او انت بتبقى عايز تجيب الحل بتاعك فين، انت يهمك السوليوشن بتاعك في انهي ريجن، في انهي منطقه. طيب يبقى قرر الاول فين الحته المهمه بالنسبه لك اللي انت هتجيب فيها السوليوشن. طيب انا قررت من 0 ل1، تعمل ايه؟ تمسك المعادله. قول هو انا ازاي اصلا اوريدي بحدد اللي انا عايزه وانا اصلا ما اعرفش الكلام ده هيوصل معايا لحد فين؟ كلام جميل قوي. نرجع تاني بقى من الاول، هرد عليك. انت حضرتك انت عارف المعادله دي اصلا بتيجي منين؟ عارف المعادله دي اصلا بتيجي منين؟ بتيجي عن طريق انت في حاجه بتشرحها لحد، فبتقول له الريت اوف تشينج بتاع كذا اما تضيف عليه كذا هيطلع كذا، فبينتج عنه معادله تفاضليه. اوكي تمام. المعادلة التفاضلية دي هل قابلة الأرقام بتاعتك في الأبلكيشن بتاعك إنه يكون بالنيجاتيف؟ لا. يبقى هنبدأ من زيرو. تمام. هل قابلة الأرقام بتاعتك إنه تبقى أرقام كبيرة؟ لا. أرقام صغيرة، ماكسيموم كام؟ 10. يبقى أنت شغلك وزن من 0 ل 10. فهمت حاجة؟ أوكي فهمت. يبقى على حسب الأبلكيشن يعني بتاعك الطبيعة أصلاً. اللي أنا فيها. أيوه برافو عليك. ممكن أنا أكون بتكلم في أبلكيشن تاني ينفع نيجاتيف وينفع بوزيتيف. يبقى على حسب التطبيق اللي أنت بتتكلم خلاله. يبقى معنى كده ان انا مش انا اللي بفرض عليه، مش انا اللي بقول لك الحل فين. ده انا عايز اقول لك ان ممكن واحد يقول لك مثلا ايه في ابلكيشن بتاع تربه، ولا ابلكيشن بتاع فلويد، ولا ابلكيشن بتاع كوميونيكيشن، ولا كهرباء. بعد اذنك انا عايزك تحل المساله في الرينج دوت في المنطقه دي، هو اللي بيقول لك انا عايز الحل بتاعها في الحته دي. وبالتالي انت حضرتك اما بتيجي بتحل وزن ايه الرينج اللي هم ادوه لك. فهمت؟ تمام. فاحنا قررنا ان المساله عايزين نحلها في الايه في الفتره ديت. طيب تعالى بقى بعد اذن حضرتك كده نشوف هنعمل ايه. عايز كل الناس تاخد بالها وتركز معايا باللي عليك. هنعمل ايه؟ قال لك بهدوء خالص ببساطه شديده جدا حضرتك هتعمل ايه؟
بدل ما تقعد تقارن المعاملات والنظام الايه المستفز ده جدا، نلعب لعبه بسيطه خالص. كل الاكسات اللي هنا دي انا هطيرها لك. انت بتتكلم جد؟ اه. يعني مش هقارن معاملات خالص خالص. شايف كل الاكسات اللي عندك دي انا هطيرها، انت قرر بس حضرتك انت هتاخد ان بكام، وبعدين ما تقعدش توجع دماغك بقى تشوف انت تظبط هنا اللينث بتاعك قد ايه واللينث بتاعك هنا قد ايه. قرر هتاخد ان بكام، خدت ان بخمسه خلاص اشتغل على كده لحد الاخر. طب ترمين ثلاثه مش موجودين في اول ايه اول براكت ما يهمنيش، المهم قرر انت الان بتاعتك اللي هتشتغل عليها كام، الاكسبانشن بتاعك اللي هتفكه لحد فين، وتعمل ايه. بص بقى اللي هيحصل ايه، ركزوا معايا اهو. تعال نكرر مثلا، انا خدت الان عندي في المساله اللي انا هشتغل عليها الان خدتها مثلا ب3، ايه رايكم؟ تعال ناخدها على حاجه صغيره خالص اهي، الان ب3 او الان ب2 عشان ابسطها لك اكتر من كده شويه. الان بكام؟ ب2. يعني معنى كده الفرض بتاعنا واي هيساوي كام؟ سي نوت زائد سي 1 في اكس زائد سي 2 في اكس سكوير. بس انا خدت لحد كده خلاص. سامعين يا جماعه اللي انا بقوله ولا لا؟ حضرتك زي الفل. تعال بقى نلعب لعبه كمان. ايه هي المعادله بتاعتي اللي انا كنت بحلها؟ شكلها عامله ازاي؟ واي دبل داش زائد اكس في واي بيساوي اكس سكوير زائد اكس. مش دي المعادله اللي انا كنت بحلها؟ انا خدتها على مثال اصغر عشان افهمك. واي دبل داش لما اجي اعمل سكند ديريفيتيف لدي يطلع بكام بعد اذنك؟ مليني عايز السكند ديريفيتيف. الاولاني بزيرو، الثاني بزيرو، الثالث سي 2 سي 2، صح يا جماعه ولا لا؟ مظبوط. سي 0 اما تيجي تفضله لان كونستانت ب 0، سي 1 في اكس اما يتفضل اول مره يبقى سي 1 سكند ديريفيتيف ب 0، سي 2 في اكس سكوير لما تيجي تعمل له الفيرست ديريفيتيف يطلع 2 سي 2 اكس، والمره الثانيه يطلع 2 سي 2 بس. يلا بلس الاكس اضربها في السوليوشن يبقى سي نوت في اكس زائد سي 1 في اكس سكوير زائد سي 2 في اكس كيوت. كل الكلام ده بيساوي كام؟ اكس سكوير بلس اكس. في اي اعتراض؟ كم عدد الانونز اللي عندك في المساله؟ كم عدد الانونز اللي انت بتدور عليها في المساله؟ 1 2 3. حد معترض؟ سينود ده يا جماعه اسمعوا اللي انا بقول عليه بالله عليكم، ركزوا معايا في الحته اللي جايه دي. سينود ديت جنبه كام؟ مش جنبه واحد؟ رد عليا، جنبه واحد ولا لا؟ تمسك المعادله ديت تضربها في واحد. طب ما ايه الهيافه دي؟ ما هتطلع زي ما هي، معلش خدنا على قد عقلي الاخر. يبقى 2 سي 2 زائد سي نوت في الاكس زائد سي 1 في اكس سكوير زائد 2 سي 2 سي 2 اكس كيوب بيساوي اكس باور 2 بلس اكس. ايه يا عم الهيافه دي؟ معلش كمل بس معايا بعد اذنك. يلا تاني واحده هنا اللي جنب الايه السي 2 ده بكام؟ باكس. تضرب المعادله كلها في اكس. يلا مين يملينا لما اضرب المعادله كلها في اكس؟ 2 سي 2 اكس 2 سي 2 اكس نكمل بلس سي نود اكس سكوير بلس سي نود اكس سكوير كمل بلس سي 1 اكس سي 1 اكس كيوب كمل بلس سي 2 اكس باور 4 بيساوي اكس باور 3 اكس باور 2، صح كده؟ يلا كرر الموضوع ده هنا. يلا اللي بعده يا شباب، عايز اقول لكم على جمله جميله جدا، جمله مهمه قوي. اللي حضرتك بتفرده جنب الحل ده يا عبد الرحمن، اللي انا بفرده ده، اللي انا كنت بسميه زمان خالص في شابتر 1 كنت بسميه حاجه اسمها بيزس. ايه هي البيزس؟ اللي هكون بيها السوليوشن، اللي هكون بيها الحل. يبقى الفانكشن اللي انا فرضها دي اسمها الاساسات اللي انا هكون بيها الحل بتاعي، الناس بيسموها بيزس. فهمسك الايكويشن بتاعتي الاصليه دي اروح ضاربها في كل واحد منهم. ضربت الاولانيه في واحد، ضربت الثانيه في ايه في اكس، هضرب الثالثه في اكس سكوير. ملوني لو سمحت، هيطلع ايه؟ 2c2 اكس سكوير سي نود ها اكس باور 3. مش اكس كيوب في اول واحده؟ لا ما انا بضرب هنا في اكس سكوير في اول واحد، في اول في المعادله دي. انا بضرب في المعادله الاولى مش المعادله الاصليه، انا بضرب في المعادله الاصليه. تمام اوكي يلا. زائد سي 1 اكس باور 3 اكس باور 4 زائد سي اكس باور 3 2 اكس باور 4 بيساوي اكس باور 4 بلس اكس كيوب. طب انت لما زودتش حاجه ده انت ضايقتني اكتر، ان الاكسات بقت كتير قوي. انا هخفي لك الاكسات حالا. هتخفي الاكسات حالا ازاي؟ اعمل انتجريشن للطرفين. طب يا دكتور هي مش سي 1 اكس باور 4 وسي 2 اكس باور 5؟ فين؟ تبقى اكس 4 واكس 5 يا دكتور. سي 1 حاضر حاضر حاضر، دي 4 انا اسف ودي 5. حاضر بصوا بقى اللي هيحصل ايه.
الاكسات دي هتختفي منين بقى؟ ازاي بقى يا جماعه؟ تعمل انتجريشن للطرفين، للطرفين هم كلهم هم الطرف دوت وكمان الطرف اللي على اليمين دوت اهو، بالنسبه مين لاكس؟ من 0 لحد 1. اشمعنى من 0 لحد 1 يا جماعه؟ اشمعنى من 0 لحد 1 بعد السوليوشن؟ عشان ده رينج السوليوشن بتاعي. هو ده الحل اللي انت عايز تحل فيه. يبقى تعمل انتجريشن من 0 لحد 1 اهو دي اكس. الطريقه دي اسمها ايه؟ جاليركن ميثود. من 0 لحد 1 اهو دي اكس. عارف اما هتعمل انتجريشن هيتبقى لك كام؟ ايه اللي هيطلع؟ بالنسبه للمعادله الاولانيه حاجه في سي 2 زائد حاجه في سي نود زائد حاجه في سي 1 زائد حاجه بيساوي رقم. ما هو اللي على اليمين ده هيبقى رقم وده هيبقى رقم وده هيبقى رقم، ولا انا غلطان؟ صح ردوا عليا صح ولا غلط؟ صح. يبقى ده هيبقى رقم وده هيبقى رقم وده هيبقى رقم اللي على اليمين. طب واللي جنب سي 2 يبقى من الاخر هيبقى رقم مضروبه في سي نود زائد رقم مضروبه في سي 1 زائد رقم مضروبه في سي 2 بيساوي رقم، ولا انا غلطان؟ دي المعادله الاولى. والمعادله الثانيه كذلك والمعادله الثالثه كذلك. حافظت ممكن على كلهم بعدين باشلون فورم دكتور. برافو عليك، الله ينور عليك. حلها بقى بالطريقه اللي تعجبك وطلع الحل بتاعك. فهمت حاجه؟ تمام. دي ميزه الطريقه اللي اسمها جاليركن ميثود. حلها بقى بالطريقه اللي تعجبك بدل ما اوجع قلبي بمقارنه المعاملات اللي انا بعملهم هنا. فهمتي حاجه يا ايه؟ تمام. فهمت حاجة يا محمود؟ تمام يا يعني. طب ممكن نعمل الكلام ده على مسألة بقى بجد؟ تعالى نعمل الكلام ده على مسألة بجد. هو أنت في الامتحان هتطلب مني إن أنا أعمل الكلام ده كله؟ ساعتها هبقى أنا مظبط مسألة شكلها كويس، أخليك تفرد بالكتير قوي تلات ترمات، مش هتفرد أكتر من كده، عشان ما تقعدش طبعًا تقعد تحل فيها سنتين تلاتة. يبقى أنا دلوقتي أقدر أحل أي معادلة، المعادلة دي بص فيها ترم هنا اسمه إيه؟ إكس سكوير. ضايقك الترم ده. طول ما الترم ده موجود الشغل بتاعنا اللي كنا بنعمله زمان خالص في ماث 3 ان احنا نحل اي معادله تفاضليه انسى، الموضوع بالنسبه لك بقى صعب قوي. طب تعالى نحل المساله بتاعتنا دي ونجرب نشتغل كده. لو انا هسالك فيها في امتحان مثلا على ان بتساوي 2، يبقى انا هفرض الان ب 2. طب يا دكتور السوليوشن دومين، تعالى نتخيل ان هو من نيجاتيف 1 لحد 1. هي دي يا دكتور ممكن نحلها بطريقه البارشال ديفرنشال ايكويشن. الايه؟ بارشال ديفرنشال ايكويشن. اللي هي ايه البارشال ديفرنشال ايكويشن؟ هعمل ديفرنشال بالنسبه للواي وديفرنشال بالاكس والمعادلات هتتحل مع بعض في الاخر بالطريقه. طب قول لي هتعملها ازاي؟ قول لي وانا اعمل. عايز تعمل ايه؟ قول لي. لا هي طريقه ثانيه غير اللي احنا بنحله خالص. اسمها ايه؟ السيبريشن. سيبريشن. طب ما السيبريشن مش هتعرف تفصلها لان دي سكند ايه؟ سكند اوردر. مش واخد بالك؟ ان هي سكند اوردر. في ايكويشن بتاع باسكال بستخدمها في الاخر. تمام. اللي انت بتقوله ده تكنيك تاني اسلوب تاني لحل المعادله. تعالى نتفرج النهارده اللي انت بتعمله دوت هتعمله في قد ايه، واللي انا هعمله النهارده هعمله في قد ايه، وكل واحده ليها مميزات وليها عيوب طبعا. هي بتاخد وقت، الثانيه بتاخد وقت كتير. هنشوف. ايه رايك تعالى نتفرج النهارده ونشوف. انا طبعا الكلام دوت اما اجي اعمله بايديا هيبقى واخد مجهود مني شويه، اما برمجه هياخد مني وقت سهل قوي. تعالى نمشي واحده واحده عشان اعلم الناس نعمله ازاي واوريك نبرمجه ازاي. في مشكله في كده؟ معلش ده حاجه بتقول ان مثلا بتساوي 2، ده حضرتك قصدك تقصد قصدك ايه بالان؟ اقول لك دلوقتي في المساله دي في الامتحان اما هاجي اسالك هدي لك جنبها كده اقول لك لو سمحت عايزك تفك هنا عند الان بتساوي 2، وعايزك السوليوشن دومين من نيجاتيف 1 لحد 1، اكس بيلونجز تو من نيجاتيف 1 لحد 1. ماشي؟ ايه يعني ايه ان بتساوي 2؟ يعني لما تيجي تفرض الحل بتاعك هتفرضه ازاي؟ تفرضه سي نود زائد سي 1 في اكس زائد سي 2 في اكس سكوير. اكس سكوير. انت لحد تطور يعني يا دكتور قصدك بالان يعني؟ يعني معنى كده ان انت بتفك لما يبقى عندك الان بتساوي 2 كان السمشن بتاعك بيبدا من اول ان بيساوي 0 لحد 2 اخرك 2 اعلى باور عندك 2 سي ان اكس باور ان. تمام؟ اكس باور 0 اكس باور 1 اكس باور 2. ايوه اول واحده هتبقى ايه؟ سي نود اكس باور 0 تمام لحد اكس باور 2 زي ما انت كنت بتقول. ماشي كده؟ تمام. يلا بعد اذن حضرتك بقى تجيب لي واي داش. يلا تعالى نكتب جنبها هنا واي داش. هيطلع سي 1 زائد بلس 2 سي 2 اكس. 2 سي 2 اكس. طب عايز اجيب واي السكند ديريفيتيف واي دبل داش مين يمليني؟ 2 سي 2 بس. هيبقى 2 سي 2 بس. طب يلا ممكن نمسك المعادله بتاعتنا دي ونعوض جواها.
يلا نعود جواه هيطلع ايه؟ 2 سي 2 2 سي 2 زائد اكس سكوير في واي داش يعني سي 1 في اكس سكوير عبير معايا زائد 2 سي 2 اكس باور 3 زائد الواي اللي هي سي نوت زائد سي 1 في اكس زائد سي 2 في اكس سكوير كل الكلام ده بيساوي كام ساعتك 6 اكس بلس اكس باور 3 بعدين بلس 3 اكس باور 4 في اي اعتراض؟ المسألة دي يا جماعة الاكزاكت بتاعها انا كنت مظبط المسألة بتاعتنا وعارفها طبعا الاكزاكت بتاعها هو y بيساوي x كيوبد تمام كده الاكزاكت بتاعها هو y بيساوي x كيوبد فعشان كده انا هضطر هنا ازود ترم كمان اللي هو c3 x باور 3 طبعا انا هنا انا بقول لك هو عشان انا عارف الحل بتاعها طب يا دكتور لو انت حليت كده هتيجي تمسك بعد ما حليت المسألة وتعوض في المعادلة تلاقي مش هيحققها فبالتالي لازم تزود عدد الترمات شوية فهمتوا حاجة؟ أنا بعرف إزاي الحل بتاعي تمام ولا لأ بعد ما بجيبه بعمل إيه؟ بعوض في المعادلة بتاعتي بشوف بيطلع إيرور قد إيه؟ معايا؟ تمام يبقى هنا بالنسبة لنا عايز أزود كمان ترم يبقى هنا هقول إيه؟ زائد كام؟ 3 3 سي إكس سي 3 إكس باور كام؟ 2 يبقى هنا زائد 6 سي 3 اكس 6 سي 3 اكس طيب بعد اذن حضرتك بقى هنا عايز اضيفه هنا اضيفه هنا يبقى كام 2 سي 2 زائد 6 سي 3 اكس بعدين 3 سي 3 اكس باور 4 هنا في ترم كمان زائد 3 سي 3 اكس باور 4 وهنا في كمان ترم هيزيد اللي هو 6 سي 3 ها اكس باور كام 3 يا ريت لو تقدر تجمع الحاجات اللي فيها ثوابت شبه بعض مع بعض مين الحاجات اللي فيها سي نود؟ ده اللي فيه سي نود بس صح؟ في حاجة تانية؟ لا لا يبقى هكتب سي نود الأولاني اهو. طب يلا مين الحاجات اللي فيها سي واحد عشان أجمعها مع بعض؟ إكس وإيه كمان؟ سكويرد في حاجة تانية؟ بس كده لا بس كده طب يبقى هنا نقول زائد سي واحد وجنبه فانكشن في الإكس أهي اللي هي مين؟ إكس بلس إكس سكوير أيوه إكس بلس إكس سكوير هايل تمام خش على اللي بعده يلا عايز الحاجات اللي فيها مين؟ اللي فيها اكس باور سي 2 هيطلع لي عندي 2 ده وده وده ولا انا غلطان؟ مظبوط يبقى زائد سي 2 اخد الكومن مضروبه في 2 زائد هيتبقى لي كام؟ 2 2 زائد 2 اكس زائد 2 اكس كيوب 2 اكس كيوب زائد اكس سكوير زائد اكس سكوير 2 زائد 2 اكس كيوب زائد اكس سكوير مظبوط كده؟ تمام مظبوط يلا اللي بعده ها زائد سي 3 يبقى زائد اهو يلا تعالى نشوف الحاجات اللي فيها سي 3 اللي هي مين اللي هو ده واللي هو ده واللي هو مين واللي هو ده مظبوط نكتبهم يلا ها مالين 6 اكس دكتور هنا سي 3 اهو العلامه اللي تحت الاصفر يعني العلامه ايه فين العلامه اللي تحت الاصفر لا اللي هو ال 3 سي 3 اكس باور 4 انا كنت بقول حاجه كانت هايلايت بالبينك يعني احنا عملنا بالبينك دوت تمام وعملنا بالبينك ده وعملنا بالبينك ده في ايه مشكله في حاجه تانية؟ لا ما حضرتك احنا العلامه اللي تحت العلامه الصفراء ده البينك اللي في النص البينك اللي في النص غلط اللي هي تحت الاثنين سي هي هتبقى هناخد خلاص كده الترم اللي تحت ايوه كده تمام تمام يلا مليني وانا اكتب ها 6 اكس 6 اكس زائد 3 اكس باور 4 زائد زائد مين 3 اكس باور 4 3 اكس باور 4 3 كام اكس باور 4 صح وبعدين زائد زائد اكس كيوب اكس باور كيوب يبقى ده كمان اللي هو بالبينك دوت هو ده اللي كان هيتعلم عليه صح بالظبط يلا بزبط. بيساوي كام الكلام ده كله 6 اكس زائد اكس كيوب زائد في سي 4 عندي ولا مفيش ما عنديش سي 4 صح مفيش. يبقى ده هيساوي كام حضرتك 6 اكس زائد اكس باور 3 زائد 3 اكس باور 4 طيب بنعمل ايه بقى يا جماعه عشان نخفي الاكسات اللي موجوده عندي دي خالص مره هنضرب في مين اضرب مره في هنضرب مره في اكس باور 1 هنضرب مره في اكس باور 2 هنضرب مره في اكس باور 3 صح كده اكس هنا باور كام 0 الاول بعد كده 1 بعدين 2 وبعدين اخر واحده اكس باور 3 ده اخر حاجه هتلاقيني انا فرضه هنا اللي هو كام الاكس باور 3 ماشي كده تمام يلا اضرب كده معايا وقول لي ايه الاخبار ايه اللي هيحصل؟ هو دكتور مش لحد اكس باور 4 لان اخر حاجه المفروضه هي
انا بشوف عدد الكونستانتس اللي عندي. انا فارض هنا مين؟ فارض سي نوت، سي واحد، سي اتنين، سي تلاتة. يبقى المعامل بتاعه هنا كام؟ البيز اللي جنبه هنا كام؟ واحد واكس واكس سكوير واكس كيوب. ماشي كده؟ تمام. يلا مليني وانا اكتب. يبقى سي نوت زائد سي واحد. هتكتب المعادلة تاني زي ما هي. معلش تاخدنا على قد عقلي، معلش هكتبها هي هي هي. 2x 2 بلس 2x كيوب زائد x سكوير، وبعدين زائد زائد مين؟ سي 3 6x بلس 3x باور 4 زائد x كيوب، بعدين بيساوي 6x بلس x باور 3 زائد 3x باور 4. طب يلا نضرب المعادله كلها في ايه؟ في x باور 1. يطلع ايه؟ سي نوت في x زائد سي 1 زائد سي 1 مضروبه في x سكوير زائد x كيوب زائد سي 2 2x 2x زائد 2x بار 4 بلس x بار 3 اللي بعده زائد سي 3 6x سكوير بلس 3x بار 5 بلس x بار 4. كل الكلام ده بيساوي 6x سكوير 6x سكوير زائد x بار 4 زائد 3x بار 5 3x بار 5. يلا اللي بعده سي نود x سكوير، ايوه، زائد سي 1 x بار 3 زائد x بار 4 زائد سي 2 2x سكوير بلس 2x بار 5 زائد x بار 4 كام؟ x بار 4 صح. زائد سي 3 6x بار 3 زائد 3x بار كام 6 زائد x بار كام 5 بيساوي 6x كيوبد زائد x بار 5 زائد 3x بار كام 6. يلا عمر يلا مليني اخر واحده. سي نود x بار 3 C1 x بار 4 x بار 5 C2 2x بار 3 2x بار 6 أيوة. x بار 5 مظبوط. اللي بعده C3 CX بار 4 3x بار 7 بلس x بار 6 بيساوي 6x بار كام؟ 4 بلس x بار 6 بلس 3x بار 7. قبل ما اكمل يا جماعه، ممكن نتفرج ازاي الكلام دوت نبرمجه بهذا الشكل؟ يعني انا دلوقتي بقى الحاجه اللي قدامنا دي عايز ابرمجها، ماشي؟ تيجي نتفرج ابرمج الكلام اللي قدامي ده ازاي. تمام. انا عاملها كلها كامله، تعالى كده بقى نتفرج. اول حاجه طبعا انا عندي المعادله بتاعتي كلها بالكامل، تعالى كده بقى هتفرج معاك كده وتعالى نتفرج احنا عملنا دول ازاي، يعني المعادلات دي هدخلها ازاي، عشان طبعا الانتجريشنز ديت من نيجاتيف 1 لحد 1 هيبقى الموضوع سهل وبسيط. في ترمات هتطلع على طول بزيرو. يعني ايه؟ يعني ايه هتطلع بترمات بزيرو؟ يعني اول ترم ده بالنسبه لي اما اجي اعمل انتجريشن هنا من نيجاتيف 1 لحد 1، اول ترم ده هيطلع بزيرو. حد عارف السبب ايه؟ حد عارف السبب ايه؟ اول ترم يعني مين؟ اول ترم ده يا جماعه هيطلع بزيرو في بعد الانتجريشن، عارفين ليه؟ تمام يا دكتور، انت واخد 1 هنا لانه هيطلع سي نود اكس وهعوض مره بالنيجاتيف 1 ومره بالواحده هتطلع بزيرو. طالما الفانكشن يا جماعه فرديه، طالما الفانكشن فرديه اسمعوا اللي انا بقوله اهو، فيطلع النتيجه عندنا كام؟ اما بعمل انتجريشن من نيجاتيف 1 لحد 1 لو كانت الفانكشن فرديه هتطلع بزيرو. طب الفانكشن زوجيه، طب ال1 ده زوجي، يبقى ده مش هيطلع بزيرو، ده هيطلع بزيرو، ما تعملوش. سامعني؟ ده هيطلع بزيرو، ما تعملوش. سمعت؟ ده هيطلع كمان بزيرو، ما تعملوش. ده هيطلع بزيرو، ما تعملوش. ده هيطلع بزيرو وده هيطلع بزيرو، ما تعملوش. الكلام اللي انا بقوله صح ولا غلط؟ تعالى نتاكد اهو. انتجريشن من نيجاتيف 1 لحد 1 اكس دي اكس يطلع بكام؟ يطلع اكس سكويرد على الاثنين، عوض بالليمتس من نيجاتيف 1 لحد 1 يطلع بزيرو. بتكلم صح ولا بألف؟ طب انتجريشن من نيجاتيف 1 لحد 1 اكس سكويرد دي اكس، لو عايز اعمل لها انتجريشن يبقى اكس باور 3 اوفر 3 والليمتس من نيجاتيف 1 لحد 1 هيطلع لي النتيجه 2 اوفر 3. فهمت حاجه؟ تمام يا دكتور. يبقى يا جماعه اي فانكشن فرديه اود فالنتيجه على طول طالما. طيب مين اللي بيسال؟ انا عبير. بص يا عبير، انا دلوقتي عايز اعمل انتجريشن، الباور بتاعي هنا فردي ولا زوجي؟ اود ولا ايفن؟ هنا هنا اود. اود. وهنا اود ولا ايفن؟ هنا ده ايفن. طالما في سيمتري على مين؟ على الانترفال، والفانكشن بتاعتي اود فالنتيجه بزيرو من غير ما تحسبيها. تمام. لو انا عندي الفانكشن بتاعتي كانت ايفن وفي سيمتري على مين؟ على الانترفال، فالنتيجه تطلع بكام؟
بعمل لها انتجريشن وعوض، او اتنين انتجريشن من زيرو لحد النهايه، او اعمل انتجريشن وعوض. يبقى اللي انا عايز اقوله ايه؟ عايز اقوله هنا هو لتحت هنا ان الترم ده هيبقى بزيرو، الترم ده هيبقى بزيرو، والترم ده هيبقى بزيرو، الترم ده هيبقى بزيرو، والترم ده هيبقى بزيرو، والترم ده هيبقى بزيرو، ده بعد الانتجريشن، والترم ده هيبقى بزيرو وده بزيرو. ما تحسبوش كل ده، ما يتحسبش كل ده، ما يتحسبش كده. بالنسبه لده كمان هيبقى بزيرو، وايه كمان؟ وده هيبقى بزيرو. طب وتحت ده وده هيبقى اصفار، ما تحسبهمش، وده ما تحسبوش، وده ما تحسبوش. شفت وفر عليك قد ايه؟ وده ما تحسبوش، وده كمان ما تحسبوش، وايه كمان؟ ده ما تحسبوش، ده هيبقى بزيرو، وده كمان ما تحسبوش، وده هيبقى بزيرو، وده هيبقى بزيرو، وده كمان هيبقى بزيرو، وده كمان هيبقى بايه؟ بزيرو. يبقى معنى كده الترمات الباقيه بس هي اللي عملها انتجريشن. وطبعا اكس سكويرد يعني هنا اتكررت مثلا فوق وتحت مرتين، فهاخد القيمه اللي طلعت وايه واكتبها على طول، مش لازم ان انا اقعد اعملها كذا مره. تعالى بقى اوريك الكلام ده نبرمجه ازاي. الناس معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. عبد الرحمن نايم الظاهر. لا يا دكتور، معاك يا دكتور. اكيد. لا دكتور، مع حضرتك. طيب بص بقى يا عبد الرحمن هنعمل ايه؟ اروح انا بقى دلوقتي ايه؟ هفتح البروجرام اللي انا شغال عليه. فين هو؟ اهو. بصوا يا جماعه شايفين كده اللي انا كاتبه؟ هاخد دول بس الاول كده. ماشي؟ يعني انا هاخد دول كده فوق، هاخد دول بس الاول. احطهم فين؟ احطهم بره كده بعيد في سيل لوحدها. هو انا واخد الان بكام؟ تلاتة. بتلاتة. تلاتة. وانا لما كنت بحل من شويه كنت واخد الان بكام؟ كنا واخدينها بتلاتة برضه. طب بتلاتة برضه، تمام. ايه ده بقى يا دكتور اللي انت عامله دوت؟ اهو الان واخدها بتلاتة، وادي الفرض بتاعنا اهو. بص كده نتفرج، شو ده الفرض بتاعنا؟ الترمات دي يا جماعه انا كنت بتشيك او بعمل مساله. يعني لو حضرتك بصيت كده اهو هتلاقي هنا الترمات دي، ده اللي هو ده، ده اللي هنا، اللي هنا ده اللي هو اللي فوق دوت، انا كنت بعمل المساله. فكنت بجيب الترم ده ازاي؟ يعني ده ملوش لازمه اصلا في المساله خالص، انا هديك المساله كامله المفروض. تعال نتفرج كده انا كاتب ايه. يبقى الترم ده اللي زي ما بقول لك كده كنت بتشيك على المساله او بعمل مساله، يبقى مالكش دعوه بده خالص. لان عندنا بكام؟ بتلاته. الحل ده الاكزاكت، ها؟ يعني ده كده بالنسبه لنا المفروض السطرين دول مش هيتعملوا اصلا. ده انا بتشيك على المساله. ادي الفرض. بص انا كاتبه ازاي؟ سمشن من اي بيساوي 0 لحد ان. الميزه بقى هنا لو حضرتك زودت هنا خليتها 5 يزود لك الترمات شويه. لو خليتها 10 يزود لك الترمات زي ما انت عايز. خدت بالك من اللي بيحصل ايه؟ انا هرجعها تاني 3. شفت اللي حصل؟ طيب ايه ده بقى يا جماعه؟ السطر ده معناه ايه؟ تعالى بعد اذنك كده ناخد السطر ده فوق هنا معاهم، مع اخواتهم اللي فوق دول. السطر ده معناه ايه؟ انا مسكت المعادله بتاعتي ديت، هيحصل له ايه؟ هيتفاضل كم مره؟ مرتين، صح كده؟ زائد اكس سكوير في التفاضل مره، بعدين زائد الواي واي، ودخلت الاف الناحيه الثانيه. عملت ايه يا جماعه؟ نرجع نشوف شكله اهو. تعال نبص هنا، مش هي التفاضل مرتين زائد اكس سكوير ده في واي داش زائد واي، كل الكلام ده بيساوي فانكشن، انا دخلت الفانكشن الناحيه الثانيه. انتوا معايا ولا نمتوا؟ لا ما حضرتك. ما حضرتك يا دكتور. طيب تعالى نرجع تاني هنا. يبقى كل اللي انا عملته، عملت ايه في السطر دوت؟ اللي انا عملته هنا محمود عملت ايه؟ هعمل سكند ديريفاتيف التفاضل الثاني للاكس مرتين اهو، عشان تشوفها شكلها بالظبط اهو. وهفاضل اكس مره واحده اهو بالنسبه مين؟ الواي واي اللي انا مسميها واي واي ديت، اللي هو الحل بتاعنا ده ماله؟ هفاضله كم مره؟ هفاضله مره واحده. يبقى هنا التفاضل مرتين يا زيد، وهيتضرب في اكس سكوير، وهنا يتفاضل مرتين، وايه كمان؟ وزائد الواي واي اللي هي مين؟ بقيه المعادله ناقص الاف. مش عايز تكتب الاف دلوقتي؟ نشيل الاف دلوقتي، مش قضيه بالنسبه لي. تعال نتفرج كده على الشكل بعد التفاضل. خلاص مش هو ده الشكل بعد التفاضل؟ تعالى نعمل له ايه؟ نفكه خالص اهو، سمبليفاي، نفكه خالص خالص للاخر. ادي الفكه اهو النهائي اهو. سي نود، سي واحد مضروبه في مين؟ في حاجات. سي اتنين اهي، تلات ترمات بتوعنا. سي تلاته، التلات ترمات بتوعنا. صح يا جماعه ولا لا؟ تمام يا دكتور. حد معترض؟ نتاكد كده، هو سي تلاته مضروب في مين بعد اذنك؟ 6 اكس
x كيوبد 3 x باور 4. تيجي نروح نتاكد 6 x افتكر x باور 3 3 x باور 4. تعال نتفرج كده اهو 6 x فين فين هو المعامل بتاعنا اسمه ايه بتاع سي 3 فين هو اهو شو ده يا جماعه صح ولا غلط مظبوط هو هو ولا لا هو هو تمام حد معترض على كلامي ده لا تمام تمام كده احنا ايه جبنا الديريفاتيف بتاعنا انا بقى دخلت معاهم بالمره الاف يعني انا هنا بس مجرد بس ان انا دخلت الاف الناحيه الثانيه معاهم يبقى انا لما هعمل ران كده هنلاقي ايه معاهم كمان الاف اي الناحيه الثانيه كاني خليت المعادله معادله صفريه في مشكله رد عليا يا جماعه في اي مشكله تمام دكتور تمام ايه بقى اللي انا عملته هنا دوت انا مجرد بس ايه حجزت مكان اهو انا حجزت مكان الليمتريكس المكونه من كم من كم من كم 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 صف كم صف عندي من صفر لحد ان يعني صفر واحد اتنين تلاتة يبقى عندي اربع خانات دول يا جماعه اللي انا هعمل فيهم ايه دول اللي انا هسجل فيهم الاربع معادلات دول انتوا سامعين حجزت مكان اسجل فيه الاربع معادلات بتوعي دول خدت بالكم انا هعمل ايه حجزت مكان اسجل فيه الاربع معادلات بتوعي دول في مشكله في كلامي تمام تعال نرجع بقى عشان تبقوا فاهمين ان احنا بنعمل ايه او البرمجه بتتم ازاي كلام فارغ حجزت مكان اهوت عشان اللي اسمه ايكويشن هحط الاربع معادلات تحت بعض يعني انا لو شلت ده كده يبقى المكان ده فيه اربع اصفار اهو لسه ما عملتش حاجه انت بقى عملت ايه هنا بقى دكتور انا مجرد قلت له ايه خد هنا اول واحده دي امسك المعادله دي كلها بالكامل واضربها في الاكس وكاملها من ناقص واحد لواحد الكلام ده هيشتغل كم مره هيشتغل اربع مرات ايه ده هو العداد بتاعي هنا اسمه يا زيد اللي انا بعد بيه الاي اي اي بادئ بكام بزيرو فما احط هنا اي بزيرو يبقى انا كأنه ضربت هنا الواي ديت اللي هي دي بالنسبه لي ضربتها في كام مش ضربتها في اكس باور زيرو في واحد في واحد وهكامل من ناقص واحد لواحد صح ولا غلط ايوه تمام حد معترض عارفين ده المفروض تدينا المعادله رقم كام معادله اولانيه اللي هي الاولانيه بعد التكامل بعد التكامل المعادله الاولى دي بعد التكامل هضربها في اكس باور زيرو خدت بالك يا محمود انا بعمل ايه تمام يا دكتور طيب تعالى بقى هنا لا اول ما هي ايه هتلف اللوب تاني هيبقى الاي بكام دلوقتي بواحد يبقى معنى كده الاكس ان هيبقى اكس باور كام حضرتك اكس باور 1 هيضربها فيها ويكمل من ناقص واحد لواحد بالظبط وبعد كده اكس سكوير هيلف اللي بعده اكس سكوير اخر حاجه عنده هيبقى اكس باور كام كيوب كيوب صح كده ولا لا صح طيب تعالى بقى نعمل ران لدي كده ونتفرج ايه اللي هيحصل او ناخدها كده فوق مع اخواتهم اللي فوق دول ونعمل ران كده ونتفرج ايه اللي هيحصل عندي تعالى نكتبها هنا كده مع اخواتهم اللي فوق دول انا هنا بقى اعمل ايه يا جماعه بقول له برنت الاي وهو ماشي عشان يعد لي الستيب ابقى عارف هو خلص اني ستيب فتعالى كده نعمل ران كده ونتفرج ادي الستيب 0 الستيب 1 الستيب 2 الستيب 3 خلص الفور ستيبس بتوعي تيجي نتفرج على شكل المعادلات بعد ما خلص الكلام ده انا طبعا كل واحده فيهم ايه بقيت اسجلها فين في ايكويشن والاندكس بتاعها يا محمود مره 1 مره 2 مره 3 مره 4 كأني بنادي على الصف الاول الصف الثاني الصف الثالث الصف الرابع تعال نتفرج كده على الايكويشن بتاعتنا اهي بص كده انا عايز اتفرج عليها اهو ادي المعادلات بعد الضرب يا جماعه شايفين ادي المعادلات بعد ما اضرب الاكس 0 باور 0 واعمل تكامل اهو الاكس باور كام 1 واعمل تكامل الاكس باور 2 واعمل تكامل انا بكبرها لك عشان تشوفها واكس باور 4 اعمل تكامل وهكذا في حد عنده اعتراض تمام دكتور كده عندي كام معادله يا رجاله اربع معادلات في كم مجهول في اربع مجاهيل احنا ممكن نحلهم باي طريقه نحلهم بجاوس جوردن نحلهم بالانفرس نحلهم باي طريقه خلي المتلب يحلهم خلي اي حاجه يحلهم انا بقى عملت ايه بص بقى اللي حصل ايه ادي المعادلات بتاعتي الحمد لله بقت عندي وانا عارف شكل المعادلات بتاعتي عامل ازاي اهو ادي الشكل بتاعهم اهو
ادي شكل المعادلات كلها بالكامل. هنعمل ايه بقى؟ انا عملت ايه بعد كده؟ هنمسح ده خلاص، مش عايزينه، مش عايزين شكل المعادلات خلاص، متشكرين. انا بقى طالب من حضرتك تعمل ايه؟ بص كده اللي حصل ايه هنا، نحطه فوق كده مع اخواتهم اللي فوق دول هنا، اسف اهو، احطه هنا مع اخواتهم اللي فوق هنا كده اهو. دول كده لو انتوا فاكرين دي بداية نيوتن بتاعت المرة اللي فاتت، اللي بص على الفيديو وبص على الكود اللي انا كاتبه، دي بداية نيوتن. ايه اللي هيحصل؟ ادي المعادلات بتاعتنا كنا مسمينها اف لو انتوا فاكرين، وهعمل الجاكوبيان بتاعي اللي انا بعمله. يا دكتور ده المسألة بتاعتي لينير، انت ليه تروح تحلها بنيوتن؟ يا جماعة مش انا قلت المرة اللي فاتت نيوتن يقدر يحل النون لينير وكمان يحل اللينير؟ مش انا قلت كده؟ اما الراجل بيحل الاصعب مش هيحل الاسهل؟ ايه ده يعني ممكن يا دكتور يحل كمان الايه اللينير؟ اه يقدر يحل اللينير كمان. يبقى انا بعد كده الستيب اللي هي اللي موجوده بعد كده مجرد بس ان انا بخليه ايه يكمل حل المساله، عايزه يطلع الحل بتاعنا. هكمل بقى معاك للاخر. احنا عملنا ايه لحد هنا؟ عملنا ايه؟ رد عليا الاول، عملنا ايه؟ ادي الفرد بتاعه صح، سكتنا تمام. طيب الفرد، طيب وبعد كده رحت معوض في المعادله صح، وديت الاف معاهم من الناحيه الثانيه، فيها اي مشكله؟ لا لا تمام. الخطوه دي كانت بنعمل فيها ايه؟ كنت بضرب في مين؟ في اكس باور 0 اكس باور 1 اكس باور 2، بعمل انتجريشن بالمره واخلص صح كده ولا لا؟ تمام. طيب هنا بقى دي لو انت بصيت على الخطوه ديت هتلاقي دي اللي هي السيهات اللي عندك، سي نود وسي 1 وسي 2 وسي 3، دي الثوابت بتوعك. انا سميتهم في ايه؟ سي سي، سميتهم كده. وبعدين ادي المعادلات بتاعتك انا مسميتها اف على الاسم القديم بتاع المره اللي فاتت زي ما محمود كان عامل وبعت لي البرنامج، مسميه اف برضه. طيب وده جي جاكوبيان بتاعنا، يعني معنى كده ان الشغل اللي هنا دوت هو شغل نيوتن بتاع المره اللي فاتت، مش ده اللي احنا عملناه ووريته لكم المره اللي فاتت وانا بحل سيستم باستخدام نيوتن ميثود؟ اه يا دكتور حضرتك حليتها بنيوتن فعلا. طيب تعالى بقى نعمل كده رن اللي فوق وتعالى نعمل رن اللي تحت، هو كده الراجل خلص رن اهو، وتعالى نعمل رن اللي تحت كده وتعالى نتفرج اللي هيحصل. بص يا جماعه اللي طلع ايه؟ طلع اكس كيوبد، اكس كيوبد طلع المعامل بتاعها كام؟ واحد. طلع الاكس باور 2 المعامل بتاعها كام؟ 10 كل سنه 15، يعني تقريبا زيرو صح؟ المعامل بتاع الاكس طلع بكام؟ ذا سيم. طب والمعامل بتاع مين؟ اللي هنا الحد اللي ايه المطلق ده بكام؟ ذا سيم برضه زيرو. حلو قوي، يعني معنى كده يا جماعه بصوا هنا هو الراجل اشتغل تو اتريشنز بس لان مساله هايفه بالنسبه له لينير ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب يا دكتور هو انت كتبت الحل ده ازاي؟ ده سؤال مهم قوي. انت كتبت الحل ده ازاي؟ مش يا جماعه ان احنا بعد ما بنخلص وبنطلع الثوابت برجع اعوض في المعادله اللي انا فارضها اصلا الاساسيه؟ مش دي المعادله اللي انا فارضها الاساسيه؟ ايه ديت؟ بسي نود وسي 1 وسي 2 وسي 3. تمام. مش انا بعد ما بحل بعوض عن سي نود بكام وسي 1 بكام وسي 2 بكام وسي 3 بكام وبعد كده يبقى عندي الحل بتاعنا؟ كانه زي مساله السيريس سوليوشن اللي عملناها زمان بس هنا بقى بالحل اقوى شويه. ردوا عليا كلامي مظبوط ولا لا؟ مظبوط. طب تعالى كده نتخيل مع بعض حاجه ظريفه وبسيطه قوي. جيت انا مثلا قلت لك ايه؟ انا تخيلت معاك ان الايه المساله بتاعتي كانت اكس باور كام 2. انا عملت كده وبعمل تيست فانكشن للبرنامج بتاعي يا محمود عشان اتشيك عليه هو ماشي ولا لا، بعمل تيست فانكشن يا حمدي عشان اتشيك ان انا اللي بعمله ده مظبوط ولا لا. وانا قايل له بقى هنا مين؟ الاف ديت هتبقى جديده مختلفه، يعني هعوض في المعادله بتاعتي واجيب اللي على اليمين الطرف اللي على اليمين ده على حسب الحل بتاعي. فعايز اتفرج معاك اللي هيطلع ايه. هو الراجل هنا خلص وكمان بص رسم مين؟ المعامل بتاع اكس باور 3 كام؟ ردوا عليا كام؟ تقريبا زيرو. معامل اكس سكويرد بكام؟ واحد. طيب المعامل هنا بتاع اكس باور باور 1 والمعامل اكس باور 0 صفار. طب تعالى كده نتخيل ان انا لو تخيلت معاك ان انا كنت مخلي الاكزاكت سوليوشن بتاع المساله دي كنت انا قاصد كده اكس ناقص 1، انا عايز الاكزاكت اكس ناقص 1. ماشي؟ تعالى نتفرج كده اللي هيحصل ايه. ادي لما بنيت البرنامج بتاعي كله وهبدا اعمل تحت بقى هنا رن اهو. الحل بتاعنا بقى هيبدا يترسم منين؟ من ناقص واحد.
هنزل بقى اوريك حاجه جميله جدا هتعجبك. بص الايرور قد ايه، بص الايرور قد ايه. الايرور ده انا بعمل ايه؟ انا برسم حاجتين مع بعض، برسم الفرق ما بين الاكزاكت والابروكسيمت، برسم الفرق ما بين الاكزاكت والابروكسيمت. ايه اللي انا كاتبه دوت؟ دي الابروكسيمت بتاعت نيوتن، دي الابروكسيمت بتاعت نيوتن، والاكزاكت برسمهم الاثنين مع بعض. يعني انا عشان انت تبقى متاكد من كلامي وما تقولش مثلا اللي انا بالف، انا بص انا هرسم بلوت اهو، الواي الابروكسيمت ده، واي الابروكسيمت اهو، وعايز ارسمه من كام لكام؟ من اكس بتساوي نيجاتيف 1 لحد 1. انا عايز ارسم الايه؟ الابروكسيمت ده لوحده. فين هو؟ بلوت واي ابروكسيمت من كام لكام؟ بص اهو تحت خالص اهو، شايف شكله؟ طب ارسم لي الاكزاكت لو سمحت يا دكتور، تحتي لو سمحت، عشان انا مش مصدقك. ادي الاكزاكت اهو كمان هرسمه لك. هو اسمه ايه الاكزاكت؟ كان اسمه واي، واي اسمه واي بس. تعال ننزل تحت كده ونتفرج على شكله. ادي الابروكسيمت وادي الاكزاكت. دكتور في حته عند حضرتك في الكود، هقول لك كل حاجه هتعلق لي عليها هقول لك عليه. بس واحد كان بيقول لي باسكال ومش باسكال. بص الطريقه بالسير سوليوشن بنعرف نطلعها بسرعه ازاي، والبرمجه بتاعتها مش اوفر واو جامده قوي عشان نعرف نعملها. حاجه بسيطه جدا وهايفه قوي، يعني حاجه بسيطه وهايفه قوي. مين اللي قال لك باسكال ده يا دكتور؟ بس مش فاهم يا عم. خلاص بقى انا غلطان، انا اللي قلت. تمام. اهو بصوا يا جماعه، ادي المعادلات بتاعتي. طبعا بعد ما بضرب، انا بس عايز افهمك اللي هيحصل ايه. بيبقى عندي هنا حاجه كده مضروبه في مين؟ في سي نود، وبعدين زائد حاجه كده غريبه هنا كده كمان مضروبه في سي واحد، يبقى ايه؟ مضروبه في سي واحد، وبعدين زائد حاجه برضو هنا في سي اتنين، زائد حاجه في سي ثلاثه، بيساوي رقم. مش هو ده اللي حصل؟ حاجه في سي نود زائد حاجه في سي واحد زائد حاجه في سي اتنين زائد حاجه في سي ثلاثه بيساوي رقم. وهنا برضو حاجه في سي نود زائد حاجه في سي واحد، لان هم اربع معادلات، سي اتنين، وهنا برضو حاجه في سي ثلاثه بيساوي برضو رقم. برضو نفس الكلام، حاجه في سي نود، حاجه في سي واحد، حاجه هنا في سي اتنين، وحاجه كمان في سي ثلاثه بيساوي رقم. كم معادله عندي دلوقتي؟ عندي اربع معادلات. الاربع معادلات دول كنا ممكن نكتبهم كده، كنا ممكن نكتبهم كده اهو بالشكل ده كده. ده الاف بالنسبه لنا، وده السي، وده الاي، او ده الاكس لو احنا كنا بنسميه اكس زمان، وده البي لو انت عايز تسميه بي. يبقى ده المجهول عندي، سي نود، سي واحد، سي اتنين، سي تلاته. وهنا عندي كل الارقام دي، عندي بعد الانتجريشن الاربع ارقام اللي هنا، الاربع ارقام اللي هنا، الاربع ارقام اللي هنا، وهنا دول كمان عندي اللي هم الطرف اللي على اليمين. عايز تحلهم باي طريقه كانت من اللي خدناهم في شابتر 1، على عيني وعلى راسي، براحتك. عايز تحلها بنيوتن، نيوتن يقدر عليها وعليها، او بشطاره كمان، لان الراجل بيحل نون لينير. في الاخر خالص بعد ما بطلع الكونستانت دي، برجع اكتب بقى الحل بتاعي، عباره عن سي نود في اكس في اكس باور 0 زائد سي 1 في اكس باور 1 زائد سي 2 في اكس سكوير زائد سي 3 في اكس باور 3. اطلع الايه، اكتب دول قيمتهم كام، يبقى كده جبت الحل. ارسمه بقى وقارنه، عوض بيه في المعادله، شوف تشيك زي ما انت عايز تشيك. فهمتوا اللعبه ماشيه ازاي؟ تمام. فهمت الدماغ ماشيه ازاي؟ هجيب لك الكود، حاضر. اهم حاجه بس انتوا فهمتوا ماشي الفكره جايه ازاي. اهو ادي المساله اهي. يبقى الراجل بيعمل ايه؟ بيفترض الحل بتاعك. طب انا هسالك سؤال بس الاول، هل كل المسائل بتاعتي بتبقى بولينوميال؟ لا مش شرط، ممكن يبقى الحل بتاعها ساين، ممكن الحل بتاعها يبقى ايه. الساين والاي والفانكشنز المركبه دي بتحتاج على الاقل 5 6 7 8 ترمات وانت بتفك، ما ينفعش 3 4 ترمات. 3 4 ترمات دي تطلع لك البولينوميال الصغيره البسيطه. لكن لما بيبقى ساين ولا كوساين ولا تان ولا اي فانكشن، لين ولا اي ولا اي حاجه من الحاجات دي، محتاج تزود عدد الترمات اللي عندك عشان تديك اكيورسي اعلى. فهمتوا؟ طبعا البرنامج هو يعملها لوحده، احنا مالنا. فهمتوا اللي انا عايز اقوله ايه؟ اتفضل بقى قول سؤال. دكتور اول حاجه بس، هو حته ان انت حاطط ترانسفور الماتريكس اللي هو الاي في الاكس في البي، هو ده كانك بتقول ايمج، ده الايمج بتاع ده ولا لا؟ لا ده ملوش علاقه بالايمج، الايمج حاجه تانية خالص. انا دلوقتي كان ده سيستم عندي اهوت وانا عايز احله، كان ده سيستم عندي وعايز احله. الايمج انا بستغل السيستم في شيء، لكن هنا انا عندي معادله تفاضليه حولتها لسيستم اوف ايه، اوف ايه، اوف لينير سيستم، وبعد كده بحله.
عشان ارجع اجيب الحل بتاعي. فهمت؟ تمام. طيب انا دكتور هرجع بقى للكود. حاضر هرجع للكود. بس عايز بس اعمل تجربه بسيطه كده معاك، تجربه بسيطه خالص. ايه رايك لو انا كنت جيت مثلا هنا فوق خالص وحطيت الفانكشن بتاعتك اي بار اكس اهو. ايه رايك لو انا خليت الفانكشن بتاعتك اي بار اكس اهي، هنزود عدد الترمات مثلا نخليهم 7 مثلا يعني، خلاص كده. وتعالى نعمل ران كده ونتفرج هيعمل ايه. الراجل بيعمل الانتجريشن طبعا هنا عشان ايه، بدات الفانكشن تبقى اصعب، فايه فبيرن اهو كده، جاب المعادله الاولى، جاب المعادله الثانيه، جاب المعادله الثالثه. طبعا لان الانتجريشن مع الاي مش اسهل من البولينوميال مع البولينوميال كده. جاب المعادله رقم 4، المعادله رقم 5، وبعدين معادله رقم 6، اخر معادله هيجيبها اهو كمان معادله رقم 7. خلصهم الراجل كتر خيره، عملنا ران. بصوا يا جماعه جاب ايه الحل بتاعنا. بصوا يا جماعه الايرور قد ايه، 2 في 10 اس ناقص 3. جاب الحل على فكره، الاثنين متركبين على بعض اهم. الحل بتاعنا اكسبوننشال، مش احنا عارفين ان دي اللي رسمه الاكسبوننشال اكزاكت والابروكسيمت اهو، شايفين يا جماعه ولا لا؟ ايوه يا دكتور. ادي رسمه الايه، الابروكسيمت والاكزاكت، شايفين؟ تمام. يبقى انا كنت بتست برنامج بايه، ده اللي عايزك تتعلمه، ازاي ايه تعمل كودنج، بتتست الكود بتاعك ازاي بمساله بسيطه وهايفه او صغيره، بس تبقى فاهم انت بتعمل ايه. ادي الحل بتاعنا البني دوت، الاثنين على بعض على فكره، يعني البني ده الاثنين على بعض، انا راسم الاثنين على بعض، وده الديفرنس اللي ما بينهم اللي بالازرق. اما بقى اللي تحت دوت اللي هو مين، اللي هو الابروكسيمت والاكزاكت. طب تعالى كده يا دكتور بعد اذنك، لو انت حطيتها لي ساين، ايه الاخبار؟ هتاخد برضو وقت كده في الحساب اهو. ساين اكس، هنحط الفانكشن بساين اكس ونتفرج. يبقى كان انا المعادله بتاعتي ديت الحل الاكزاكت بتاعها كان ساين. يبقى انا عايز اوريك كفاءه الطريقه. فهمتوا اللي انا عايز اقوله ايه؟ دي كفاءه الطريقه، وطبعا ليها دروباكس كده بسيطه وليها حلول ليها تتعامل معاها ازاي. الراجل اهوت ايه، جاب المعادله السادسه، جاب المعادله السابعه كتر خيره. يلا تعالى نتفرج كده. بص ادي رسم لك الساين، طبعا الساين هنا مرسومه من ناقص 1 لحد 1 اه. ادي الايه، ادي الايرور. بص كده ادي رسمه الساين اهي، من ناقص 1 لحد 1، طبعا طالعه فوق ما كملتش لان انا برسم من ناقص 1 لحد 1 بس. خدتوا بالكم يا جماعه، ادي الاكزاكت وادي الابروكسيمت. ايه رايك يا محمود في الكلام ده؟ ايه رايك يا علي حمدي؟ جميل يا دكتور. فهمتوا يا جماعه اللي بيحصل ايه؟ هو ده اللي عايزك تتعلمه. بس يا دكتور هو في الاكزاكت، يا دكتور سؤال، هو في الاكزاكت بس لما انا بحدد له الاكس مثلا سكوير، اكس كيوب، ساين، اكسبوننشال، وات ايفر، بحدد له الحل يطلع لي ازاي ولا بحدد له ايه بالظبط؟ عشان انا فهمت بقى. بص هفهمك. بص انا عامل ايه هنا؟ شايف انا عامل حركه هنا بسيطه قوي. ايه هي؟ المعادله بتاعتك اللي انت هتبرمجها ايه؟ التفاضل الثاني للواي، التفاضل الثاني الاول للاكس في اكس سكوير زائد واي. خد بالك اللي انا بعمله ايه؟ انا دايما لما بتشيك على حاجه بتشيك عليها كده. بص هنا الحل بتاعنا، اتفرج كده، شيل المساله بتاعتي اللي انا بحلها. تمام. شيل المساله. أيوة. التفاضل الثاني للواي، ها التفاضل الاول للواي في ايه، اكس سكوير زائد واي بيساوي حاجه. الحاجه دي انا بسيبها، الحاجه دي اللي هنا دي انا بسيبها. بسيبها ليه؟ لو انا حطيت الواي بساين اعرف الطرف اللي على اليمين جام عشان يبقى المعادله صحيحه وابقى عارف حلها. تمام. لكن طبعا الراجل لما بيديك معادله ما بيقولكش الحل بتاعها كذا وجرب كذا، ما بيحصلش. امال انا بعمل كده ليه؟ عشان اتشيك على الكود، اتشيك ان انا ماشي صح. فهمت؟ تمام. اتشيك ان انا بعمل مظبوط. فبفرض ايه؟ بفرض ساين، بشوف كفاءه الطريقه عامله ازاي. بفرض ايه؟ بفرض ساين، بفرض بولينوميال، بفرض اي حاجه. فهمت؟ عشان اشوف قد ايه مدى كفاءه الطريقه. وصلت؟ تمام. يبقى انا اما بحطها من عندي الواي دبل داش الواي بكذا يا عبد الرحمن، فبفاضل مرتين، افاضل مره اضربها في كذا، بجيب من الاخر الطرف اللي على اليمين كام، وبعد كده كاني بقى بحل المساله. لو انت بقى بصيت بعد كده، انا ببدا بقى احل المساله من هنا، الاف ديت اللي بحطها هنا كان هي دي بقى المساله بتاعتي اللي انا بادئ منها من الاول. وصلت؟ كل الكلام اللي هنا دوت كلام فارغ المفروض ما يتحطش. امال انت بتعمله ليه؟ بتست على الطريقه. بعمل تيست على الطريقه. تمام. دكتور عندي سؤال. هقول جمله بس يا عمر واسمعك. بص كده يا عمر، انزل تحت، انا عايز اتفرج لما كانت الايه المساله عندي بساين. بصوا يا جماعه الواي طلعت ايه؟ الواي طلعت ايه يا جماعه بعد اذنكم؟ شايفين؟ طلعت سيريس صح؟ زمان الناس بيعلمونا
قالوا لنا ان الكالكوليتور دي يا جماعه هي عباره عن مفكوك تايلور ومفكوك ماكلورين. كنا بنضحك كده عليهم نقول ده الناس بتهزر. يا جماعه شايفين الساين لما اتكتبت على شكل بولونوميال وعملنا عليها تشيك بالاكزاكت طلعوا الاثنين متطابقين على بعض ازاي؟ يبقى معنى كده الساين والكوساين والتان والكوتان والسيك واللين والاي وكل الفانكشنز دي ممكن تتكتب على شكل بولونوميال. وده اللي احنا بنعمله في بعض الحاجات في السيلسكوب. السيلسكوب بيعمل ايه؟ بيبقى عنده سيجنال بيعمل لها ايه؟ بيعمل لها انالايزر، بيحللها. بيحللها بيجيب مين؟ بيجيب الترمات اللي فيها ساين وكوساين وكونستانت فيها، يبقى هو بيحللها. نفس الكلام كأنا ممكن اكتب الفانكشن اللي اسمها ساين عن طريق مين؟ عن طريق بولونوميال. فهمتوا؟ يبقى معنى كده انه ما بيطلعليش ساين، ده بيطلع لي بولونوميال. بس كل ما تزود عدد الترمات كل ما يديك اكيوريسي عاليه. قول بقى عمر انا معاك. مش في حاجه زمان كنا خدناها كانت حتى ايام قبل اسمها لوكال ماكسيمم ولوكال مينيمم؟ مظبوط مظبوط. طب انا ليه اما انا جيت عملت الاسايمنت المره اللي فاتت اما كنت باجي احط له بوينت يعني يبتدي من عندها بتبقى دي مثلا لوكال مينيمم بتاعت فانكشن كان بيهنج؟ صح. او اجاوبك انا بقى، عندي اجابه ليها جميله جدا وهتعجبك قوي. فاكر المره اللي فاتت اما جينا قلنا ان نيوتن بيساوي اكس اي زائد واحد بيساوي اكس اي ناقص اف اوف اكس اي على اف داش اوف اكس اي؟ داش هنا بقت بزيرو. ايوه اف داش بقى اللي تحت دي اما بتاخدها حضرتك لوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم بتبقى اللي تحت بزيرو، فهو مش عارف يقسم على زيرو. ما انا قصدي بقى ما انا عشان فكرت فيها بالسبب ده. ما هو في درو باكس لكل طريقه، اوعى تنسى. عشان كده بنقول ايه؟ لو حصل وانت اخترت انيشال سبب معاك مشكله لا بلاش الانيشال ده وابدا بانيشال مختلف، لان ممكن يقودك لايه؟ ان اف داش اوف زيرو يطلع بتحت. فبالتالي القيمه اف داش عنده حاجه يطلع بزيرو، فبالتالي ما ينفعش اقسم على زيرو فبتسبب لك مشكله. وصلت؟ انا قصدي ان انت لو كده لو انا بحل بالراندوم لو انا اخترت راندوم في الاول ما فيه نسبه كبيره انه يروح للنقطه. كلامك صح مظبوط، كلامك مظبوط. يبقى المفروض ان انا ادرس حاجه اسمها كونفرجنس للطريقه واختار الارقام اللي تناسبني. كلامك صح. بس انا بقى اما اجي اكون بحل مساله انا ممكن بمنتهى البساطه في ثانيه اغير الانيشال اثبته انا زي ما انا عايز بدل ما اروح ادرس بقى واشوف مين الارقام اللي المفروض اعوض بيها ومين لا. وصلت؟ خلاص. يبقى انا بقى انت ثبت انت الانيشال بتاعك، انا خدته راندوم كده عشوائي. انا بس كنت عايز اعرفك ان انا كل ما بغير الانيشال كل ما القيم بتتغير. فهمت؟ تمام تمام. نمتوا يا جماعه؟ نمتوا مني؟ انتوا نمتوا؟ انا معاك. لا انا مع حضرتك بس. قول سامعك. حضرتك البلوت الاولاني ده انت عامل بلوت للكيرف اللي هو المفروض الاصلي او الاكزاكت قصاد الابروكسيمت اللي انا حله، صح كده؟ انا راسم الاكزاكت والابروكسيمت على بعض. يعني انا بص والتاني... لو شلت ده، بص لو انا شلت ده كده يبقى هو هيرسم الواي بس. شايف؟ تمام. لو انا حطيت بقى معايا كمان الابروكسيمت اهو هيرسم الاثنين على بعض. فهمت؟ تمام. لو شلت ده بس هو الايرور. ايوه. والتانية بقى الايرور، انا برسم هنا التاني ده الايرور، ده ماينس ده. اوكي؟ تمام. طيب دكتور معلش ممكن تطلع فوق كده في اول الكود؟ حاضر اطلع في اول الكود فوق خالص اهو. عشان برضو الحتة دي انا دكتور من حضرتك قول معاك سامعك. اللي هي حتة برضو الواي از ايكوال تو ساين الاكس، انا عارف ده الكود اللي حضرتك بتشيك بيه بس هو واقع فين في المسألة مثلا؟ يعني مثلا زي المسألة اللي احنا حليناها دلوقتي هو واقع فين في المسألة؟ نرجع لمسألتنا. دلوقتي حضرتك لو مسكت الطرف ده كده عوضت بالواي بيساوي ساين اكس يبقى الاكزاكت بتاعك مش هيبقى اسمه اكس ايه كيوبد، هيبقى الاكزاكت بتاعك اسمه ايه دلوقتي؟ اسمه واي بيساوي ساين اكس. تمام. هتضطر بقى حضرتك تعوض هنا عشان تجيب الفانكشن دي جديده ساين وكوزاين. فهمت؟ انا بعوض مكان الاكس. ايوه انا بعوض مكان الواي مش الاكس، انا بجرب بايه؟ بواي عشان اتشيك الدنيا هتمشي ازاي. يبقى انا بجرب بواي على اساس ان انا بتشيك ان كلامي مظبوط ولا لا. اما واحد يطلب منك تحل مساله ما بتروحش على طول تحل مسالته، انت بتبني البرنامج بتاعك اطمنت له ارمي عليه اي حاجه ما عندوش مشكله. ينفع الاول تمام. بعد ما بتعمل برنامج او ما تيجي تعمل برنامج او تيجي تعمل حاجه لحد تشتغل عليها على طول ولا بتبدا تبنيها سنه 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 لحد ما تكبرها وتتشيك عليها كل شويه؟ انا بتشيك عشان اطمن على مسائل صغيره بسيطه. تمام التمام 100 100 حل عليها اي مساله عايزها. يعني انا بعوض بس مكان الواي دي، لكن انا كسيريس انا بطلع نفس السيريس كل مره.
اه طبعا الكلام اللي تحت كل... دوت على حسب طبعا اللي هيبقى على اليمين ده مش هيبقى بولونوميال، هيبقى ساين، فهمت؟ ساين وكوساين يعني. بص يا حمدي، بص يا حمدي، المختصر المفيد الدكتور قصده يقول هو الجزء اليمين اللي هو في المسألة اللي معلم عليه بالاصفر ده هو فرضه اسمه واي. حاضر حاضر، بص هو بيديله الإجابة هنشرح بتاعته. تحت، تعالى تحت نشرح تحت. بص اهو، نفترض دلوقتي حضرتك ايه، حضرتك عملت برنامج بتاعك، تعالى تحت اهو اهو. تمام، انت دلوقتي البرنامج بيحل ايه؟ بيحل المسألة دي واي داش زائد واي بيساوي. طب انت دلوقتي عايز تتشيك على البرنامج بتاعك، فتعمل ايه؟ خلاص انا هفترض معاك ان الحل بتاعي اسمه اي بار اكس، تمام؟ انا بكون تمام. المسألة، فهضطر اعوض هنا، اعوض هنا اهو، يبقى واي داش اللي هي اي بار اكس بلس اي بار اكس يطلع اي بار 2 اكس، صح كده؟ يبقى دي المسألة اللي انت هتجربها، وادي الاكزاكت بتاعها، فهمت؟ اه تمام، انا فهمت حضرتك. انا تمام بكون انا المسألة وبكون انا الاكزاكت عشان اتشيك على برنامجي، فهمت؟ قال لك ان انا بقى دلوقتي هاجي اقول لك ايه، بص بقى، بص تمام كده بمنتهى تمام البساطة، بص بقى نمسح ده كده. يلا يا حمدي لو سمحت عايزك تحل المسألة دي. انت بقى حمدي هو بيكون برنامجه هيحل دي على طول ولا لازم الاول يبقى يجرب مسألة هو عارفها وعارف حلها؟ انه يتشيك ان هو بيعمله ده صح، مش هبل. هو التايتل بتاع الصفحة غلط، مظبوط؟ ايه التايتل بتاع الصفحة؟ نون لينير. فين؟ اللي كان في الأول خالص. فين يا جماعة؟ ما لينير أهو يا جماعة. الأزرق يا التاني دكتور بتاع اللي الكود. أه هنا ده، أنا آسف، دي لينير. آه ماشي ماشي خلاص، أنا آسف، أنت كلامك صح. أيوة أشيل لك دي خالص يا سيدي أهو، انسى دي خالص. أهي هو اللي أنت ما تعرفوش ان المساله اللي جايه على طول نون لينير، مش واخد بالك ولا ايه؟ العب المساله اللي بعديها بقى مش لينير، المساله اللي بعديها بص فيها ايه؟ نون لينير. ايوه واي 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 سكوير. اه عندك فيها مشكله اهو، يبقى انت تقدر تحل اي مساله، ما عندكش اي مشكله في اي مساله اوردينري، لينير نون لينير ولا تفرق معايا، هوريك دلوقتي نحلها ازاي، وكلام فارغ برضو ما فيهوش حاجه، بس تفهم اللعبه ماشيه ازاي. نرجع بس لكلامنا، شوف العيال لقطوها غلطان، انا غلطه لقطوها، سابوا كل الالوانات دي كلها وركزوا في الكلمه ديت بس، والعياذ بالله. خدت بالك يا عبير اللي حصل؟ كل الالوانات اللي محطوطه دي يعني ما جذبهمش اي حاجه وركزوا في النون لينير. ماشي احنا مش بتوع الوان يا دكتور، احنا بتوع انا اسف انا اسف، التقطير. ما فيش حاجه، هي مشطوب عليها، ما فيش حاجه، اسف اسف اهو، كتبت لك جنبها اسف اهو، خلاص اسف والله غصب عني. واحد بقى كلنا. يا جماعه اللي انتوا ما تعرفوش، لما باجي بحضر محاضره انا بشوف انا عايز اوصل لايه، فببقى حاطط في دماغي الهدف اللي انا عايز اوصل له. طب اما هو هاجي ده اشرحه هيطلع للناس، علينا في التصحيح ده. نعم هيطلع علينا في التصحيح. لا لا خالص، انتوا سقطتوا خلاص، الموضوع خلص يعني، مش هيتصحح اصلا. زيرو كحكة. فما بحط ببقى عارف انا هعمل ايه، عشان افهم الناس بنزل بقى بيها واحده 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 واحده، عشان اما اجيب بقى من الاول، فببقى في دماغي دايما انا عايز اوصل لايه، عايز اوصل للهدف الاساسي بتاعي، فهمتوا؟ فهمتوا عايز اوصل لايه؟ بس المهم احنا عرفنا الطريقه دلوقتي بنشتغل بيها ازاي. تمام كله تمام كده، تمام اوكي فاهم معايا. طب تعالى نتفرج بقى على ايه، على الحاجه الكبيره بقى اللي هي ايه، النون لينير، باي عدد من النون لينيرتي بقى زي ما يكون فيها واي واي داش. طب دكتور معلش ممكن اعمل حاجه تخش بس اه برضه حاجه حاضر، تانية برضه عشان قول لسه اللي في انت شطه. عايزه قوله، نرجع لمسالتي اهو، قول الرايت هاند سايد دلوقتي، الرايت هاند سايد دلوقتي لما انا مثلا عايز اعملها انيشاليز دلوقتي عندي في البروجرام، اه خلاص كده حضرتك دلوقتي انت بس اهو عامل انيشاليز واي بتساوي انزل اهو، سايد، انت انزل تحت حضرتك اهو، عامل ازاي انيشاليز للجزء؟ اهو انزل اهو، انزل اهو، تمام اعمل انت، جرب انت المساله دي اهو، واي داش زائد واي بيساوي 2 اي بار اكس، تبقى عارف ان الاكزاكت بتاعك واي بيساوي اي بار اكس بس. ده ليه انا بس كتشيك، انا بقصد بقى لما اجي ببقى انيشاليز جوه ممكن اشوفه بس على حضرتك في اه الكود. حاضر هرجع لك، حاضر في الكود عيني اهو، عايز انهي جزء؟ جزء بقى الانيشاليز لو بتاع انا بقى الجزء دلوقتي الرايت هاند بسأل سايد قبل ما ولا اجاوبك، طيب قبل ما اجاوبك انا دلوقتي عايز المساله بتاعتي ديت، المساله دي عايز اعمل لها بروجرام، مش هو واي داش زائد واي بيساوي 2 اي بار اكس. بص بقى ايه اللي هيحصل، ايه اللي مظبوط؟ هيتغير، ايه؟ يبقى انا هنا مش هعمل ده كله،
مش هعمل ده كله، هعمل ايه؟ هعمل واي داش زائد واي ناقص اي 2 اي باور اكس وبس. كل ده ما ملوش لازمه، مش دي المساله اللي انا بحلها؟ تمام صح ولا غلط؟ يبقى ده كله بقى ملوش لازمه، ده المسالتي اللي انا كنت بحلها دلوقتي. تمام. بس بعد كده بقى هنا نفس الكلام. تمام. ده عشان اكون الايكويشنز ادخلها جواها في ماتريكس واحده، هنا عشان اعمل الانتجريشن، ده بالنسبه لي عشان الايه السي نود والسي 1 والسي 2 اكتبهم ويبقوا عندي كماتريكس مثلا لو عايز انادي عليهم. دي الايكويشن كلها. يعني يا دكتور دلوقتي بقى انا بنشاليز المساله، هكتب المعادله عادي بس هاخد الرايت هاند سايد اقلبه للليفت هاند سايد. ايوه انا بوديه بقى الناحيه الثانيه على اساس ان انا هشتغل كله بنيوتن. تمام. عايز تحل بجو جوردن حل، عايز تحل بالانفرس حل، عايز تحل السيستم اللينير باي طريقه كانت حلها. تمام. بس طالما انت عملت نيوتن ما تخلي نيوتن يحل وخلاص، ده راجل خد خطوتين بس. بصوا الراجل خد تو ستيبس بس، ننزل تحت اهو تو ستيبس اهو، والراجل جاب الحل على طول. ادي ستيب الاولانيه، ادي الستيب الثانيه اكس 1 اكس 2. فهمتوا يا جماعه؟ اه فهمت حضرتك. تمام كده تاني. تمام تاني تاني يا دكتور، قولي اللي انت عايزاه وانا معاكي. قولي يا انا معاكي. المفروض احنا عاوزين نجيب قيمه واي صح؟ اه عايزين نجيب قيمه واي. ايه اكس 1 وايه اكس 2 دي؟ اه ده حلو قوي السؤال ده. دلوقتي سعادتك مش احنا بنحل سيستم؟ السيستم ده كان شكله عامل ازاي؟ يلا احنا كنا بنحل سيستم، السيستم ده كنا بنحله ازاي؟ رد انت بقى عليا يلا. كنت بحل السيستم ده ازاي؟ يعني زي ما كنا بنفاضل ونسوي المعاملات وكده. تمام. يعني معنى كده الحل بتاعنا هو ايه اللي انا عايزه؟ سي نود وسي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4 وسي 5 صح؟ تمام. حلو قوي. بص بقى اللي هيحصل ايه؟ بص خدي بالك، ادي سي نود، ادي سي 1، ادي سي 2، ادي سي 3، ادي سي 4، ادي سي 5، ادي سي 6، ادي سي 7. يبقى دول كلهم كده اهوت اللي هم مين؟ السيهات. طب انت ليه مسميهم اكس 1؟ عشان انا كنت استغليت اللي انا حليته المره اللي فاتت اللي هي الاكسات، فسميتهم اكس 1. انا هسميهم لك هنا يا ستي اهوت سي اهو، هسميهم لك سي بس كده اهو، ما تزعليش اهو. سي 1 وسي 2 اهو، ادي السيهات. انا مجرد بس ده تسميه. دي قيمه الكوفيشنز. برافو عليكي. طيب انا بقى بعوض الكوفيشنز دي ازاي؟ هي متسجله فين الكوفيشنز دي؟ مش اكس ان بي اللي احنا قلنا عليها اللي هي ديت؟ تمام. انا بقى بقول له بعد اذنك يلا اعمل السميشن، الاكس ان دي ياخد الرقم الاولاني يضربه في اكس باور 0، ياخد الرقم الثاني يضربه في اكس باور 1، ياخد الرقم الثالث اللي هو دوت يضربه في اكس كيوب. ما هي دي سميشن بيعمل كده. تمام. فهمتي؟ يبقى معنى كده ده اللي انا لو انا حبيت اخده تحت كده اهو عشان اوريكي شكله، ننزل بيه تحت كده شويه اهو، ننزل كده اهو، ولو عملت له ران كده عشان نتفرج عليه، هو خد مين؟ خد الثابت الاولاني ده ضربه في سي نود، خد الثابت الثاني ضربه في سي 1، خد الثابت الثالث ضربه في سي اي اي اكس سكوير. هجيبها لك من فوق اهو، بص كده عشان تبقى متاكده 100% من اللي انا بقوله اهو. ناخد ده كده كوبي وننزله تحت خالص اهو. مش ده بالنسبه لنا اللي اسمه سي نود اللي هو ده، وده سي السي 1 اللي هو ده، وده السي 2 اللي هو ده، وده السي 3 اللي هو ده. مش بعد ما بجيبهم بضربهم بقى في الاكسات عشان اكون الحل بتاعي اللي اسمه واي؟ صح ولا غلط؟ تمام. فهمت كده؟ خلاص تمام. بس كده وصلت؟ تمام. تمام يا جماعه، حد عنده اي سؤال تاني؟ انا معاكم. انا معاكم المره الجايه، ما عنديش اي مشكله خالص ان انا اعملها زي كانها ورك شوب كده، بنتعلم ونشتغل، كل واحد يجيب اللاب بتاعه معاه ونشتغل، ما عنديش اي مشكله. يكون مسطب عليه ماتلاب، يكون مسطب عليه اي حاجه زي ما هو عايز، بس يشتغل ويحاول يطلع تكمله الاساينمنت اللي انا بقوله. حد معترض على ده؟ نتفرج بقى على اللون لينير. تمام يلا بقى تعالى نتفرج على اللون لينير. تعالى نحل بقى المساله بتاعتنا. المساله بتاعتنا ديت كانت الحل بتاعها ايه؟ انا مش فاكر، كنت بتست عليها بحل كده تقريبا تقريبا يعني 10x زائد x سكوير تقريبا يعني، على ما اظن وافتكر كنت بتست بكده، كنت بجرب بس عشان اوريكم. يعني انا مثلا دلوقتي لو جيت جنبها كده وقلت لك انا خدت n ب2
هو ياخد الاكس هنا belongs to بتنتمي لنيجاتيف 1 1. يلا مين يقول لي اعمل ايه؟ ركز بقى معايا عشان هنا دي اللي فيها بقى مشكله المشاكل، ولكن برضو ان شاء الله محلوله. يلا قولوا لي نعمل ايه؟ هنفترض ان واي بيساوي كام؟ قيمه الواي الاول حاجه، يلا سي نوت زائد سي 1 في اكس زائد سي 2 في اكس سكوير. في اكس سكوير صح يا عبير؟ نجيب واي داش. يلا نجيب واي داش ازاي؟ سي 1 زائد 2 سي 2 اكس. سي 1 زائد 2 سي 2 اكس. طب انا عايز اجيب واي دبل داش. هتبقى عباره عن 2 سي 2 سي 2 وبس. طب ممكن اعوض في المعادله بتاعتي ايه اللي يطلع؟ 2 سي 2 نمت يا عبد الرحمن صح؟ 2 سي 2 زائد دكتور مبروك زائد ايه؟ اكس سي 1 اكس. ايوه سي 1 في اكس زائد 2 سي 2 اكس سكوير زائد افك بقى المفروض السكوير زائد سي 1 اكس زائد سي 2 اكس سكوير. كل الكلام ده مضروب في مين؟ سكوير بيساوي 2 زائد 10 اكس. طيب انا بقى ممكن اعمل ايه؟ بدل ما اقعد اكتب ده كله اسميه اف اوف اكس. ممكن انا اسميه كله اف اوف اكس؟ في مانع؟ ما انا عارف اف اوف اكس بكام. بدل ما اقعد اكتب كل دوت اسميه اف اوف اكس. في مشكله؟ في اي مشكله؟ تمام. يلا بعد اذن حضرتك 2 سي 2 زائد سي 1 في اكس زائد 2 سي 2 اكس باور 2 زائد. بعد اذن حضرتك عارفين ده بيتفك ازاي؟ لو انا عندي A زائد B زائد C all squared ممكن نفكه بطريقه سهله قوي. الاول squared، الثاني squared، الثالث squared، الاول في الثاني في 2، الاول في الثالث في 2، الثاني في الثالث في 2. حد معترض؟ لا تمام يلا. ودي فك البولينوميال ده فك البولينوميال. بصوا يا جماعه اهو واحده واحده اهو بالراحه. نروح بعيد ليه؟ تعالى كده لو انا عندي براكت كده اهو باور كام؟ باور 2. بالراحه واحده واحده اهو. عندي اسمه ايه مثلا؟ اسمه ار زائد زد ماشي سكويرد زائد كمان كيو اهو. الفكه بتاعته بيتم ازاي؟ راحت فين؟ اهو تعالوا هنا نكتبها فوق بس شويه كده. او الفكه بتاعته تبقى ايه لو انا عايز افكه؟ اكسباند الاول سكويرد، الثاني سكويرد، الثالث سكويرد. كل واحد فيهم بيتعمل سكويرد. وبعد كده الثالث فين؟ في الاول سكويرد في 2، وبعدين الثاني في الثالث سكوير في 2، الاول في الثاني سكوير في 2 مش سكويرد في 2. يبقى زي ما قلت لكم الاول سكويرد، الثاني سكويرد، الثالث سكويرد، الاول في الثاني في 2، الاول في الثالث في 2، الثاني في الثالث في 2. فكوا بالطريقه اللي تعجبك، مش هي دي القضيه خالص يعني. فكوا بالطريقه اللي تعجبك بس عايز الناس تمليني لو سمحتوا اللي يطلع ايه. الاول سكوير عظمه على عظمه، اول حاجه حصلت كارثه ايه. يلا الثاني سكوير عظمه على عظمه، ادي كارثه كمان. الثالث سكوير عظمه على عظمه، ادي كارثه كمان. خدت بالك يا عمر اللي حصل؟ يلا اللي بعده اضرب لي ده في دوت في 2، يبقى سي نوت سي 1 في اكس في 2. يلا اللي بعده اضرب لي ده في ده في 2، يطلع لي سي نوت باور 4 سي سكوير. حاضر انا اسف انا اسف اهو. يبقى سي نود مضروبه في سي 2 في اكس سكوير في 2. يلا بقى ده في دوت في 2 يبقى يطلع زائد سي 1 سي 2 في اكس كيوب في 2 زائد بيساوي اف اوف اكس. عارفين ايه اللي طلع بقى؟ ايه الكارثه اللي طلعت عندي؟ الترم ده كده بالنسبه لي سي 1 وسي 2 نون لينير. بالنسبه لمين؟ كمعادلات. وده نون لينير وده نون لينير وده نون لينير. صح يا جماعه ولا لا؟ مش اما بيبقى عندي سي نوت زائد سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3 ده كده كلهم لينير في المعادلات الالجبريك، اما بيبقوا مضروبين في بعض والباور بتاعهم مش واحد، الباور بتاعهم 2 او في كومباينيشن ما بينهم، يبقى ده اسمه نون لينير. فهمتوا؟ تمام. هيبقى سكند ديجري كده. اقول بس يا عمر انا خلي بالكم في تصنيف لللينياريتي في المعادله التفاضليه، وفي تصنيف لللينياريتي في المعادله الجبريه. الالجبريك غير الايه؟ المعادله التفاضليه. الالجبريك يعني احنا دلوقتي فاكرين المره اللي فاتت لما جيت حليت معاك سيستم حليته ازاي؟ نطلع فوق كده اهو. السيستم شكله عامل ازاي اللي كنا بنحله المره اللي فاتت؟
x squared زائد x في y زائد y squared بيساوي 3. x زائد x y cubed زائد y بيساوي مثلا 4. مش ده كده سيستم نون لينير؟ الفرق ما بينه وما بين السيستم اللينير x زائد y بيساوي 3، x ناقص 2y بيساوي 4. ده لينير، ده نون لينير. خدت بالكم؟ ده اللي حليناه في تشابتر 1، ده اللي حليناه في تشابتر 2. صح ولا غلط؟ دكتور انا شايف ان 2 سي نوت سي 1 دي المفروض ان هي لينير. ديت طالما مش من نفس النوع زي ده كده يبقى الترم ده اصبح نون لينير. طالما الاثنين مش من نفس النوع وهي فيرست ديجري بس تبقى اسمه نون لينير. يعني معنى كده اكس في الواي ده نون لينير، اكس في واي كيوب ده نون لينير، لان كانه بالظبط ايه؟ كانه سكند ديجري. كانه ازاي سكند ديجري؟ لو سي نود ساوي سي 2 يبقى كانه بالظبط سكند ديجري. فهمت؟ تمام. خلاصة الموضوع في أي كومباينيشن ما بين الأنونز بتاعتي، أي كومباينيشن ما بينهم أو أي حاجة فيهم عليت عن فيرست ديجري وما فيش وفي أو في كومباينيشن يبقى ده نون لينير على طول. واضح الكلام؟ ممكن حضرتك تجيب المسألة اللي فاتت بس؟ حاضر، نجيب المسألة اللي فاتت. أدي المسألة اللي فاتت أهي، في أي حاجة اتضربت في أي حاجة كل سي لوحدها مستقلة بذاتها. شايف ولا لا؟ اه مظبوط. خدت بالك ده اسمه لينير سيستم. تمام؟ كل سي مستقلة بذاتها لوحدها، سي نوت في ناحية، سي واحد في ناحية، سي اتنين في ناحية، سي تلاتة في ناحية. لكن اتفرج اللي حصل هنا، أحلى عك. سي نوت في سي واحد، سي اتنين في سي تلاتة، كله معكوك في بعضه. شايف؟ تمام. تمام. نعمل إيه بقى بعد كده؟ عشان نجيب المعادلات بتاعتنا بنعمل ايه؟ ردوا انتوا بقى عليا، بعمل ايه؟ اضرب في اكس بقى اضرب في اكس باور 0، اضرب في اكس باور 1، اضرب في اكس باور 2، صح ولا لا؟ تمام. اما هضرب في اكس باور 0 هيطلع لي ايه؟ 2 سي 2 زائد سي 1 اكس باور 2. اسف، انا هضرب الاول في اكس باور 0. طب يا دكتور انا هكمل حل بالكلاكيه اللي عندي دي؟ يا عم هكمل حل بالكلاكيه هوريك دلوقتي، اصبر. إن الله مع الصابرين، اصبر. ماشي. ماشي؟ يلا مليني. 2 سي 2 زائد سي 1 في اكس زائد 2 سي 2 اكس سكوير زائد ايه؟ سي نود سكويرد في اكس زائد سي 1 سكويرد في اكس باور كام؟ 3 زائد سي 2 كيوبد في اكس باور 5 زائد 2 سي نود سي 1 اكس سكوير زائد 2 سي نود سي 2 اكس باور كام؟ 3 زائد لا أنا غلطان. أنا غلطان وأنتوا نايمين. لا أنا صاحي. لا أنا غلطان وأنتوا نايمين وعديتوها لي. دي غلط. هي زي اللي فوق أساساً. طب ما هي ملهاني، طالما زي اللي فوق ملهاني يبقى دي سكويرد ودي باور 4 ودي إكس بس ودي سكويرد. 2 سي 1 سي 2 إكس كيوب بيساوي إكس. سكويرد يا دكتور من غير إكس. السكويرد من غير إكس فين ال سي سكويرد سي نوت سكويرد. سي نود سكويرد من غير اكس، صح؟ من غير اكس المفروض برضه الاكس باور 4 معاها سي 2 سكويرد، اكس باور 4 معاها سي 2 كيوبد. ما فيهاش. لا المفروض سكويرد. دي المفروض سكويرد، صح؟ انت كلامك صح. مليني بعد اذن حضرتك اللي بعده. اضرب في اكس 1 يديك كام؟ 2 سي 2 اكس. 2 سي 2 اكس سي 1 اكس سكويرد. 2 سي 2 اكس باور 3 سي نود سكويرد في اكس سي 1 سكويرد في اكس كيوب. انا بتكلم صح؟ اكس باور 4. لا انا بتكلم صح. 2 سي نود سي 1 اكس سكويرد. مظبوط؟ تمام. اكس سكويرد سي 2 اكس باور 3 لحد كده. تمام. تمام. اللي بعده 2 سي نود سي 2 اكس باور 3 هو فصل من عندنا تقريبا يا دكتور. ايه اللي فصل؟ الراي بتاع حضرتك. طب دقيقه واحده بس. اوكي معلق.
كده تمام؟ تمام كده تمام ظهرت؟ هي ظهرت بس اكتب كده يا دكتور. تمام كده؟ 2 سي نوت سي 1 اكس زائد 2 اكس سكوير اكس سكوير اكس سكوير 2 سي نوت سي 2 اكس كيوبد زائد 2 سي 1 سي 2 اكس باور 4 بيساوي اف اوف اكس، صح كده؟ جميل. يلا اخر معادله، كل الكلام ده كلام فارغ ما تقلقش. 2 سي 2 اكس باور 2 سكوير زائد سي 1 اكس باور 3 زائد 2 سي 2 اكس باور 4 زائد سي نوت سكوير اكس باور 3 زائد سي 1 سكويرد اكس باور اكس باور 2 يا دكتور. مش حاضر انا اسف انا اسف حاضر حاضر انا اسف. سي 2 سكويرد اكس باور كام؟ 6 6 زائد 2 سي نوت سي 1 اكس باور 3 زائد 2 سي نوت سي 2 اكس باور 4 زائد 2 سي 1 سي 2 اكس باور 5 بيساوي اف اوف اكس. ادي الثلاث ادي المعادلات اهي. المعادلات دي بقى اما اجي احلها ازاي؟ هضربها في مين؟ ضربتها مره في اكس نود وفي مره في اكس 1 ومره في اكس 2، هعمل انتجريشن من نيجاتيف 1 لحد 1، صح؟ تمام. تعالى نتفرج على الشكل اللي هيطلع معانا ايه بعد الانتجريشن. تعالى نتفرج على الشكل اللي هيطلع بعد الانتجريشن. اتفضل بقى حضرتك معايا. تعالى نطلع كده فوق. بص يا سيدي، ادي المعادله بتاعتي ايه؟ ده اللي انا كنت فرضه. وادي المساله بتاعتي ايه؟ مين ده يا جماعه؟ عايز اسمع معاكم مين ده؟ انا واحد اللي حضرتك معلم عليه؟ اللي انا معلم عليه ده مين ده؟ مش ده الفرد بتاعنا؟ اه ده الفرد اللي انا فرضه. انا هعوض هنا اهو. تمام؟ انا هعوض هنا اهو، انا محتاج اعمل سبستيتيوشن. اهو هاخده كده فوق عشان افرجك ايه اللي هيحصل دلوقتي معايا. اهو هاخده لوحده كده فوق خالص عشان يطلع نتائج لوحده كانه ايه بالنسبه لي. اهو بعد التعويض اهو، شايف المنظر الكبير ده؟ شايف البراكت اللي عليه سكوير دوت؟ فكيته اهو كله. بس انت واخد الان هنا بكام؟ بخمسة. طب يا دكتور لو انا عايز اخد الان، احنا خدناه بكام الان؟ خدناه بثلاثة. اثنين باثنين كمان. اثنين اهو. مش هو ده اللي طلع معانا؟ مش البراكت ده اللي احنا فكيناه؟ اهو. صح ولا غلط؟ اه ايوه هو. طيب تمام، بعد ما عملت كده لو خليته خمسة، كل ما في الامر ان عدد الترمات هيزيد. دي ميزة البرمجة بقى، ان انت زود الترمات زي ما انت عايز تزود. بدل ما يبقى عندك اول ثلاث ترمات دول بس، بقوا خمسة، بقوا ستة، بقوا 10، بقوا 50، زي ما انت عايز تزود زود براحتك. ده بيعمل ايه يا جماعة؟ الاخ ده بيعمل ايه؟ انتجريشن يا دكتور. يعمل انتجريشن، يضرب في اكس ويعمل انتجريشن، يضرب في اكس ويعمل انتجريشن. مش هو ده اللي بيحصل؟ نفس الستبس هي اللي انا عملتها اللي فاتت اهي. طب لو سمحت تعال نتفرج كده. ده الجاكوبيان ها؟ يبقى معنى كده العك ده كله ولا يفرق معاك ولا تخاف منه. اهو يا سيدي الراجل شغال اهوت، هيحسب المعادلات. اول معادله خلصها، المعادله الثانيه خلصها، الثالثه خلصها، الرابعة خلصها. طبعا هو واخد وقت عشان في ترمات نونلينير وفي عك كتير. تمام؟ ادي الخمسة كمان اهي. عايز اتفرج بقى دلوقتي على شكل المعادلات اللي هو الاف. شكل المعادلات بقى بتاعتي عامل ازاي؟ عايز اتفرج على شكلها بعد ما عملت انتجريشن، بعد ما عملت الانتجريشن وخلصته. بصوا يا جماعة، شايفين في ترمات ايه مضروبة في بعض اهي؟ شايف عمر؟ شايف عمر ده كمان؟ شايف سي 1 سكويرد؟ شايف سي 2 سكويرد؟ شايف سي 1 سكويرد؟ شايف سي 3 سكويرد؟ سي نوت في سي 1؟ يبقى السيستم ده لينير ولا نون لينير؟ نون لينير. شفت المساله بتاعتي بتعامل معاها نفس المبدا بنفس الطريقه. يلا بقى انا عايزه يحل، يخش على نيوتن ويحل اهو. يبقى انا نيوتن يحل لنا مشاكل كتير. خش على نيوتن، الراجل حل اهو نيوتن وطلع النتيجه بتاعته. اه طلع فيه ايرور كبير، يبقى الانيشال اللي كان واخده ما كانش كويس. طب تعال نجرب كده ناخد انيشال تاني. خدنا انيشال تاني اهو، تعال نتفرج كده على الحل. الاثنين منطبقين على بعض. بص كده اكس باور 5 المعامل بتاعها كام؟ زيرو. الاكس باور 4 المعامل بتاعها كام؟ زيرو. الاكس باور 3 المعامل بتاعها كام؟ زيرو. الاكس باور 2 المعامل بتاعها 1 واحد. الاكس باور الاكس المعامل بتاعها 10 وده زيرو. بص خد كام خطوه عشان يحل ويطلع الحل يا رجاله؟ 21 21 اتريشن.
بص الايرور بتاعنا طالع كام؟ مش حاجه صح؟ نعم احنا ما غيرناش حاجه عن طريقه اللينير. ايه برافو عليك. عارف اللي اتغير عن طريقه اللينير ايه؟ طالما انت اشتغلت السيستم بتاعك نيوتن يبقى معنى كده طريقه الحل في الاثنين واحده. فهمت؟ تمام تمام. يبقى ما في كل ما في الامر نغير دي بس عشان دي كانت مضايقه مين؟ مضايقه ايه عشان دي سي اهو عشان كانت مضايقه ايه. هو هنا اشتغل ايه؟ بص عدد الاتريشنز هنا اشتغل 34 خطوه عشان الانيشال مختلف يا عمر لحد ما عرف يطلع الحل. سمعت يا عمر؟ اشتغل كام خطوه؟ 34 خطوه. في حاجه بس في اول الكود ممكن حضرتك تجيب اول اجيب لك اول الكود اهو اتفضل اهو اهو مايك قول اوت 480. لا 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 ده هنا عامل ران البرنامج بتاعي وانا بجرب ده الران بتاعي يعني انا دلوقتي لو قفلته وفتحته هيصفر من الاول. تمام ده دي معناها ان انت الران عملته كم مره خلال هذا البرنامج. فهمت؟ انا فاهم بس هو لا الران طلع الفانكشن اللي انا مديها له من الاساس مظبوط؟ الران طلع الفانكشن اللي انا مديها له من الاساس عشان انا كنت عارف الفانكشن لكن لو انا ما اعرفش الفانكشن. تمام يعني انا لو ما اعرفش الفانكشن لو انا مخبي دي خالص ومديك الايه المعادله اللي هي دي الاف عندك والمعادله العاديه خالص اللي انا مديها لك مش انت هتفترض الحل بتاعك وتشتغل؟ تمام فهمت ولا لا؟ فهمت عرفتوا يا جماعه يبقى معنى كده الهيكل اللي انا بنيته دوت يمشي معانا لللينير ويمشي معانا للنون لينير لان كل ما في الامر انا مجرد انه ايه بص هنا ده شكل المعادلات اللي طلعت شايف شكلها يخض ازاي؟ عشان في حد قال لي بالقرف ده كله هنشتغل بيه؟ بالقرف ده كله هو الجاكوبيان يحل لوحده احنا مالنا. فهمت يا زيد؟ تمام يا دكتور. يا علي فهمت اللي انا قلته ايه؟ يا محمود نمت الظاهر. معاك يا دكتور. لا معاك يا دكتور. عبير وايه معايا ولا ايه الاخبار؟ تمام تمام. انا دلوقتي ما عنديش اي مشكله خالص ان انا احل مساله المساله بتاعتي دي تكون ايه؟ تكون لينير او تكون نون لينير. ما عنديش اي مشكله خالص. طب واحد بيقول لي مثلا انا عايز اجرب الايه البرنامج بتاعي اعمل ايه؟ خلاص حضرتك هنا ايه؟ لو كونت اللي انا عملته ده بالطريقه ديت يبقى انت تقدر تحل ايه؟ تقدر تحل لينير او نون لينير. ما فرقتش معاك كتير. هي فرقت في ايه؟ ما فرقتش حاجه. كل ما في الامر بس ان ايه؟ ان شكل السيستم هنا مختلف عن شكل السيستم تحت. شايف هنا في عك ازاي؟ تعال نتفرج على شكل السيستم كان تحت عامل ازاي؟ في الثانيه هنا، فين هو كنا احنا فرضينه فين؟ نعمل له ران ونتفرج عليه اهو. نشوف شكل مين؟ نشوف شكل الاف هنا كان عامله ازاي؟ بص يا عمر عشان تفرق ما بينهم. ادي شكل الايكويشنز اللي هتطلع، بص هنا. هو هنا ما كانش لسه خلص. نخليها مثلا اكس مثلا بلس 1 عشان هو لسه ما كانش لسه خلص. تعالى هنا كده. بص يا عمر شايف السيستم ده معادلاته ايه؟ سي 7 لوحدها، سي 6 لوحدها، سي 5 لوحدها، 4 لوحدها، 3 لوحدها، شايف يا عبد الرحمن؟ سي نود، سي 2، سي 3. تعال نتفرج على فوق بقى نشوف القذاره اللي كانت فوق دي كانت شكلها عامله ازاي؟ بص كده. شايف الشكل هنا عندك عامل ازاي فوق؟ سي نود في سي 1، سي 1 سكوير. يبقى اللي انا بنيته يا محمود اقدر احل بيه المعادلتين سواء دي او دي. فهمتوا اللعبه يا جماعه؟ تمام. ردوا عليا فهمتوا اللعبه؟ دكتور بس هو اللي بيتغير بس بالنسبه لي الانبوت اللي انا مدخل المعادله بتاعتي او المساله بتاعتي. ايوه برافو عليك. لو انت مشيت البرمجه بتاعتك على اساس ان هتحل بنيوتن يبقى نيوتن ما يهموش اللي داخل له ايه لينير ولا نون لينير. هتبرمج على اساس ان هي جاوز جوردن او الامبوت ميثود او اي طريقه ايشلون او ريديوسد ايشلون يبقى لازم تدخله لينير بس. تمام. لو هتبرمج على اساس ان هي نيوتن خلاص دخل له بقى معادلات لينير او نون لينير ولا تفرق معايا. فهمت؟ ردوا عليا فهمتوا ولا لا؟ تمام يا دكتور. فهمتوا اللعبه؟ يبقى انا دلوقتي ما عنديش اي مشكله خالص ان انا اقدر احل السيستم بتاعي سواء طلع بقى عندي نون لينير شايف كان عك ازاي او عك يعني ما فيش احسن من كده اهو. ادي الايه ادي السيستم بتاعنا وطالع سي 4 سي 2 سكويرد وسي نود سكويرد سي 1 لوحدها سي 2 لوحدها سي نود في سي 1
السيستم ده كله بمنتهى الهدوء والبساطه الضخم الكبير ده، ده خلي بالك كل دوت وانا واخد على اساس ان بكام باتنين، انا في البرنامج خدت ان بخمسه وممكن اخد ان بعشرين لو عايز، هو يحل هو طالما انا فاهم اعرف ابرمج، طالما انا فاهم الدنيا ماشيه ازاي اعرف ابرمج. فهمتوا ولا لا؟ ماشي. اه فهمتوا ولا لا؟ تمام يا دكتور. جميل قوي. التاسك بتاعنا بقى الحمد لله ان شاء الله باذن الله ان احنا عايزين نحل بقى ايه، شايفين المنظر دوت، سيستم من ايه، من الديفرنشال ايكويشن. ادي التاسك بتاعنا عليه 10 درجات من هنا بقى دلوقتي لحد بقى ايه ما نخلص ده التاسك بتاعك. عايز احل التاسك الجميل الظريف دوت. يبقى انا نيوتن اللي انا قلت الناس وطنشوا عليها انا كملت عليها النهارده. ودكتور احنا كنا عايزين نقدمها بس ما فيش فايل. الصوره مش طالعه هبعتها لك على الواتساب لوحدك برايفت، ما فيش اي مشكله خالص. الصوره مش طالعه والنبي. الصوره مش طالعه، هحطها لك هسيبها لك في القسم والقسم وزعها عليكم. الصوره مش طالعه يا ايه بتستعملي ولا بتستعملي؟ يا دكتور انا سلمها في الاسبوع 15. اه سلمها يا عم في الاسبوع 15 يلا. طب ممكن عليك تفتح فايل للاسايمنت بتاع الماتلاب ده عشان نقدمه؟ ابعته لحضرتك ولا انا عايز المره الجايه عايز اللي يحل حاجه اوري له ايه التراك بتاعه ماشي ازاي وبيمشي في الدنيا عامله ايه، يعني الدنيا ماشيه معاه عامله ازاي.